طيب طلبة المدارس واضح إن هما لسه نايمين، القعدة طولت في البيت، صعب يصحوا بدري دلوقتي مش كده؟ طيب طلبة الكليات، لو نبدأ نعمل ريز هاند بس عايز أعرف عدد الطلبة. في معانا طلبة كليات شباب؟ أنا شايف من الصور إن في طلبة كليات، فالمفروض تو ريز هاند يعني. طيب تمام. طلبة الماجستير. تمام. طيب في معانا طلاب دكتوراه؟ طيب خلينا نبدأ المحاضرة. عايزين بس ايه، عشان ما شاء الله العدد كبير حتى اللي موجود دلوقتي، احنا متوقعين العدد يكبر عن كده لغاية ما الناس بس ايه تبدأ تجوين. فهيبقى عندنا بوليسي يعني معلش صارمة شوية في موضوع الأسئلة، عشان يعني نقدر نوصل الرسالة اللي احنا عايزينها. الأسئلة احنا هنمنع الأسئلة خالص لغاية لما احنا نفتح باب الأسئلة. الأسئلة هتكون عن طريق ريز هاند، عشان كده انا عايز بس الناس تجرب موضوع ريز هاند ده. واحنا هنفتح لك المايك عشان ما يعني ايه ما يحصلش اي ديستربنس خلال الشرح للناس. فاحنا من هذه اللحظه احنا هنقفل المايك على الناس كلها معلش لغايه لما نبدا نفتح باب الاسئله للناس. طيب نبدا المحاضره بتاعتنا. المحاضره الاولانيه هي Introduction to Quantum Computers. ايه موضوع الكوانتم كمبيوترز اللي الناس كلها بدات تتكلم عنه، وعدد السيشنز اللي موجوده كتير جدا، والورك شوبس موجوده كتير جدا اونلاين. لو سيادتك تدور كده هتلاقي فيه يعني جهات وجامعات كثيره جدا بتنظم حاجات ليها علاقه بالكوانتم كمبيوتر دلوقتي. فاحنا حابين ان احنا يبقى عندنا لنا دور، وتبقى يعني في عندنا سكول بالعربي، كل السيجنز موجوده بالانجلش. فاحنا دلوقتي عايزين ايه، طبعا هتبقى مش بيور عربي ولا بيور انجلش، ولكن بطريقه الشرح اللي احنا متعودينها، الترمينولوجي الاساسيه هنقولها بالانجلش، لكن يعني هندردش مع بعض بالعربي كده. فتعال نبدا القصه مع بعض على طول كده. ايه موضوع الكوانتم كمبيوتر وليه مهم وليه الناس مهتمه بيه؟ في عندنا حاجات كتير قوي عايزين نتكلم عليها النهارده. بس قبل ما نبدا الموضوع لازم يعني نعرف اصل الموضوع ايه، ليه احنا وصلنا لموضوع ان الكوانتم كمبيوتر بقى مهم قوي دلوقتي بالشكل ده. القصه بدات من ساعه ما اخترعوا الترانزستور. كلنا يمكن نعرف الترانزستور هو المكون الاساسي للكمبيوتر بتاعتنا. الترانزستور هي بنكون منه سيركتس، السيركتس دي بنكون منها بقى البورد، الدوائر الالكترونيه اللي جوه الكمبيوتر. لكن عشان نقدر نعمل فاميليز جديده من الكمبيوترز كان لازم نزود عدد الترانزستورز دي تقريبا في نفس الحجم في نفس السبيس. يعني ايه؟ يعني دايما حجم الكمبيوتر بتاعنا ثابت، شكل السي بي يو او السيستم يونت او الكيس او وات ايفر بقى اللي انت بتسميه، دايما ده حجمه ثابت، ولكن الكمبيوتر بيتطور. طيب بيتطور ازاي؟ لازم عشان نطور ونطلع فاميليز جديده من الكمبيوترز لازم نزود عدد الترانزستورز دي تقريبا في نفس الحيز المكاني. طيب ازاي نزود عدد الترانزستورز في نفس الحيز المكاني؟ كان لازم نصغر حجم الترانزستور. الناس تبدا تشتغل على الموضوع ده، ان هي تبدا ايه؟ تبدا تختار علينا كده طريقه انها الترانزستور انا عايز النهارده في كمبيوتر نزل في مثلا 10 ترانزستور، عشان اطور الكمبيوتر ده فلازم يبقوا 20 ترانزستور ولازم يبقوا 30 ترانزستور وهكذا. وبالتالي الناس بدات تشتغل على فكره اسمها المينياتورايزيشن، النمنمه، ان هم يقعدوا يصغروا حجم الترانزستور واحده واحده كده. اللي لاحظ الموضوع ده واحد اسمه مور، ده ناس من الفاوندرز بتوع شركه انتل. لاحظ كده سنه 1965 ان الناس تقريبا كل سنه بتقدر تضاعف عدد الترانزستور تقريبا في نفس الايه، في نفس الحيز السبيس الفيزيكال سبيس يعني. الغريب ان الملاحظه بتاعته دي فاليد لغايه النهارده،
هي مش لغايه النهارده قوي، يعني بقت واقفه من فتره كده يعني بسبب مشكله، هي دي المشكله اللي طلعت موضوع الكوانتم كمبيوتر. ولكن الكيرف بتاعه ده من سنه 65 لغايه مثلا من 5 سنين فاتوا، الكيرف ده فاليد. الميناتورايزيشن ايه؟ عشان بس الناس تتخيل ان انت لو عندك كده حيز فيه 2 ترانزستور، يعني كمان سنه الناس هتقدر توصل لتكنولوجي تصنع 4 ترانزستور في نفس الحيز المكاني، خلال سنه هيبقوا 8 وهكذا. سيادتك بتصغر حجم الترانزستور وبتزود عددهم علشان تقدر تعمل فاميليز من الديفايسز، والقصه دي اعتقد احنا ملاحظينها في كل الالكترونيك ديفايسز، ان الديفايسز حجمها بيصغر وقدراتها بت ايه؟ وقدراتها بتزيد، مش كده؟ طيب علشان الموضوع ده يأثر معانا في ايه؟ ده كده بس كيرف يورينا تطور عدد الترانزستورز يعني مع السنين. كان عندنا في من اول البروسيسور، اول بروسيسور طلع لغايه لما وصلنا لبنتيوم 4. لو سيادتك تلاحظ كده، لو انت متابع الماركت كويس، هتلاقي ان البنتيوم 4 هو فعليا اخر فاميلي شركه انتل طلعتها. لكن كل البروسيسورز اللي بتطلع دلوقتي ما هياش فاميليز جديده، يعني شركه انتل كده يعني في اول الالفينات بدات تطلع تقارير عندها على الموقع ان احنا يا جماعه ما عدناش قادرين ان احنا نعمل ترانزستورز جديده. ليه؟ عشان حجم الترانزستور وصل وحجمه بقى صغير جدا، وبالتالي احنا ما عدناش قادرين نصغر اكتر من كده. ليه؟ عشان لو صغرناه اكتر من كده يخرج بره الكلاسيكال ميكانيكس، طريقه التشارج بتاعته وطريقه سريان الكهرباء وان احنا نقرا منه الداتا، الكلام ده كله مع الحجم الصغير جدا من الترانزستور، الكلام ده ما عادش ايه؟ الكلام ده هما ما عادوش قادرين عليه. عشان كده لو سيادتك تلاحظ ان بنتيوم 4 كان اخر بروسيسور، امال اللي احنا بنشتريه دلوقتي ده ايه؟ بدا يطلعوا بعد كده حاجه اسمها الديوال كور، ان هو بروسيسور، اتنين بروسيسور قدام ولكن ضموهم مع بعض كده، وبداوا يبيعوا لسيادتك ان هما حاجه اسمها الديوال كور، اتنين بروسيسور. ثم بعدها بفتره طويله بداوا يطلعوا الكواد كور اللي هو اربعه كور جوه البروسيسور، ثم دلوقتي في عندنا الاوكتا كور. لو سيادتك تلاحظ ان الديوال كور والكواد كور مثلا دول موجودين في الماركت بقالهم قد ايه؟ الاوكتا كور اللي هم الثمانيه بروسيسور، بعض الاجهزه الغاليه جدا دلوقتي وصلت لهيكسا كور ال 16، لكن ما عادش في تطور بالشكل السريع اللي كان موجود فيه قبل كده. يعني ايه؟ يعني احنا كنا يعني الشباب الناس اللي سنها كبير شويه كانت تفتكر كده ان بنتيوم 4 يطلع منه 3 4 جنريشنز خلال السنه، يعني انت اول الصيف كده يبقى فيه بروسيسور، اخر الصيف يبقى فيه بروسيسور جديد خالص اسرع منه. لكن الملاحظ دلوقتي ان الاوكتا كور مثلا او الكواد كور، لا ده موجود بقاله فتره طويله، بقاله سنين موجود في الماركت ما بيتطورش. ليه؟ لان هم مش قادرين يصغروا الترانزستورز اكتر من كده، لو صغروها اكتر من كده الكمبيوتر ما يشتغلش بالشكل اللي احنا متعودين عليه. ده جاي منين؟ جاي من مورز لو اللي احنا قلنا عليه، ان احنا عدد الكومبوننت او حجم الترانزستور بيقل تقريبا، بينزل النص تقريبا كل سنه. عشان كده الكيرف ده الكيرف اللي هو ماشي مع مورز لو. احنا المكون الاساسي عندنا في الكمبيوتر هو البت، مش كده؟ فهم رسموا كيرف كده قال لك عدد الاتومز المكونه للبت مع مر السنين according to Moore's law، وهذا القانون ساري من ساعة ما الراجل قاله سنة 65 لغاية ما وصلنا لليومنا هذا. وبالتالي الكيرف بتاعه ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت سيادتك هتوصل عند سنة 2020 حجم العدد الاتومز اللي موجودة في البيت هتبقى only one، one atom per bit. اذا انت ما عادش بتتكلم على ترانزستور، انت بتتكلم على اتوم بس. لازم عشان نعرف نشغل الكمبيوتر ونبدا نوصل الدوائر والماذر بوردز والحاجات دي كلها، لازم ما يبقاش عندي 1 اتوم، لازم يبقى عندي عدد كبير من الاتومز، لازم يبقى عندي كومبوننت كده، حاجه اعرف امسكها في ايدي. علشان كده وانس ان احنا وصلنا لل 1 اتوم ده احنا بنسميه كوانتم ليفل. الكوانتم ليفل احنا بنخرج بره قوانين الكلاسيكال ميكانكس وبندخل ضمن قوانين اسمها الكوانتم ميكانكس. دي لازم نعرفها شويه كده عشان نفهم موضوع الكوانتم كمبيوتر. عشان كده سيادتك هتلاقي ان في تباطؤ في تطور البروسيسور وتطور الالكترونيك ديفايسز ان جنرال، يمكن من سنه 2010 2015 خلاص، من ساعتها ما عادش في حاجه بتظهر
بشكل كبير، في تطور كبير في مجال الديفايسز الهاردوير. عشان كده الناس بدأت تدور على بدائل، على alternatives. لازم يا جماعة ان ندور على تكنولوجي بديلة نعمل بيها كومبيوتيشن، وإلا مجال الكمبيوتر كله هيتوقف خلاص، هيتجمد عند الليفل اللي موجود عندنا دلوقتي. عشان كده الناس بدأت تدور على alternatives، وناس اشتغلت في alternatives كتيرة جدا. عايزين يعملوا مثلا كمبيوتر عن طريق دي ان ايه، في عندنا حاجة اسمها دي ان ايه كمبيوترز، في عندنا حاجة اسمها كيميكال كمبيوترز، في عندنا حاجة اسمها انزايم كمبيوتر. بيدوروا على اي تكنولوجي جديدة اقدر استخدمها فور كمبيوتيشن. ومن ضمن الالترناتيفز اللي بقت يعني مرشحة بقوة، ويمكن خلاص هي بدأت ترس العرش كده بتاع الكلاسيكال كمبيوتر اللي هو الالكترونيك كمبيوتر، هو موضوع الكوانتم كمبيوتر ده. ايه فكرة الكوانتم كمبيوتر؟ ان احنا هنشتغل على الاتوميك ليفل، ان الهاردوير بتاع الكمبيوتر يشتغل على الاتوميك ليفل. لكن زي ما اتفقنا، طالما انا شغال على الاتوميك ليفل انا مش شغال تبع الكلاسيكال ميكانيك، انا شغال تبع الكوانتم ميكانيكس. اللي لاحظ الفكره دي ويمكن عرضها كده في بحث سنه 1982 عالم اسمه ريتشارد فاينمان. الراجل ده عمل بحث سنه 82، كان بيحاول يعمل تجربه كده على الكلاسيكال كمبيوتر بتاعتنا، ولكنه فشل. التجربه دي كان ليها علاقه بالكوانتم ميكانيكس. كان بيحاول يعمل سيميليشن كده، يمكن واحنا بنتكلم هشرح لكم التجربه اللي هو كان بيحاول يعملها، ولكن هو فشل ان هو يعملها على الكلاسيكال كمبيوتر بتاعنا. فنشر بحث كده قال لك طب يا جماعه، هو لو الكمبيوتر نفسه شغال بقوانين الكوانتم ميكانيكس، هل ده ممكن يخلي البرفورمانس بتاع الكمبيوتر احسن ولا لا؟ من سنه 82 لغايه يمكن سنه 95 دي كانت فكره الناس ما قدرتش تستفيد منها. طب احنا هيبقى ايه الفرق، ايه الحاجات اللي هتديني سبيد اب، وخصوصا ان الفتره دي كان في تطور سريع جدا في الكلاسيكال كمبيوتر بتاعنا، فالناس ما التفتتش قوي للايه، للفكره اللي احنا بنتكلم عليها دي. لغايه سنه 95 في عالم اسمه بيتر شور حللنا بروبلم اسمها الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم. ايه الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم؟ لازم نفهمها الاول ونفهم اهميتها، لان سيادتك يو ويل بي سربرايزد قد ايه البروبلم دي مهمه. الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم بتقول لي الاتي، بتقول لي ثواني شباب نعرف بس البروبلم. طيب دي انا حابب ان انا اكتبها لكم، يعني عايزين ايه نتفرج عليها كده على السكرين، يعني انا في شويه حاجات كده عايز اكتبها على البورد. الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم بمنتهى البساطه بتقول لي الاتي، لو سيادتك عندك تو برايم نمبرز بي وكيو، يعني في عندك بي وعندك كيو ودول لازم يكونوا برايم نمبرز. كلنا عارفين البرايم نمبرز هي النمبرز اللي هي ما بتقبلش القسمه غير على نفسها غير على الواحد، مش كده؟ طيب لو سيادتك جبت رقمين برايم نمبرز بالشكل ده وسيادتك ضربتهم في بعض، قلت لي كده بي ملتبلايد باي كيو، الرقم ده هيطلع لي رقم ان، مش كده؟ طيب افرض دلوقتي انا خبيت من سيادتك البي والكيو دول، قلت لك كده خبيتهم انت سيادتك ما عدتش شايفهم، واديتك الان وقلت لك هل تقدر تعرف قيمه البي والكيو تاني ولا لا؟ يعني انا هدي لك الان واقول لك حاول تجد قيمه البي والكيو. البروبلم دي از فيري هارد بروبلم، ليه؟ علشان البي والكيو دول يونيك نمبرز. يعني احنا لو انا قلت لك مثلا 16، 16 ده حاصل ضرب مثلا 2 في 8، مش كده؟ حاصل ضرب 4 في 4، فهنا ما عنديش حل يونيك، في عندي حلول كتير قوي. امتى الحل ده يبقى يونيك؟ اللي هم الرقمين اللي حاصل ضربهم الرقم اللي انا اديته لك، لو البي والكيو دول برايم نمبرز. الناس لقت ان البروبلم دي علشان تتحل محتاجه الجوريزم دي الكومبلكسيتي بتاعته. يمكن الناس اللي ما عندهاش فكره على الكومبلكسيتي دي، حاجه اسمها الاكسبوننشال. يعني ايه اكسبوننشال؟ يعني بتاخد وقت طويل جدا مع زياده حجم البي والكيو دول. ان انا عندي مثلا اديكم مثال مثلا على حاجه بسيطه، لو قلت لك مثلا 15، 15 هي 3 في 5، مش كده؟ 3 دي برايم و5 دي برايم، وبالتالي الرقم ده ليه حل يونيك، ما عنديش اي رقمين تاني حاصل ضربهم 15 غير 3 في 5. خلاص؟ طيب لو الرقم ده زاد،
التو ديجيت دول، تو ديجيت 15 دول تو ديجيت، لو عدد الديجيت زادت فالتايم اللي احنا بنحتاجه على الكمبيوتر بتاعنا علشان نعرف نجد البي والكيو دول بيفولو الالجوريزم ده. خلاص، حاجه اسمها المالتيبل بولينوميال كوادراتيك سيف الجوريزم، بغض النظر عن اسمه الالجوريزم ده بيشتغل اكسبوننشال تايم، يعني كل ما ازود عدد الديجيتس بتاعت الان بحتاج وقت طويل جدا عشان اجد الايه، عشان اجد البي والكيو. الفكره دي لصعوبه البروبلم الناس بتستخدمها في التشفير، والناس اللي اخترعت الشفره اللي بتعتمد على صعوبه الانتجر فاكتورايزيشن بروبلم نشروا لنا كده يمكن سنه حاجه و70 شفره اسمها الار اس اي 129. ليه 129؟ عشان الرقم اللي قدام سيادتك ده رقم واحد، ده مكون من 129 ديجيت. وتحدوا الناس ساعتها ده يا جماعه الان، انا بديك الان اللي قدامك ده، هل تقدر تجد البي والكيو بتاعه ولا لا؟ من سنه 75 لسنه يمكن في نص التسعينات محدش قدر يجد البي والكيو. خلاص البي والكيو دلوقتي بقوا معروفين، هم دول الرقمين، الرقمين دول هم تو برايم نمبرز، حاصل ضربهم يطلع لي الرقم الايه اللي قدامنا ده. خلاص بس الشفره دي اتكسرت ازاي؟ الار اس اي 129 اكتشفوا ازاي التو برايم نمبرز دول؟ اكتشفوا الكلام ده سنه 1994 باستخدام 1600 كمبيوترز شغالين متواصل لمده 8 شهور. ده يورينا قد ايه البروبلم دي صعبه، وقد ايه بنحتاج مجهود كبير جدا عشان نقدر نشتغل فاكتورايزيشن. عشان سيادتك تعرف البروبلم دي، البروبلم دي هي اساس كل السكيورتي اللي موجود في كل المواقع اللي موجوده اونلاين. يعني انت سيادتك هيبقى عندك في مواقع كده مثلا، لو سيادتك تلاحظ في بعض مواقع بتلاقي اتش تي بي، وفي مواقع تانية سيادتك بتلاقي اتش تي بي اس، مش كده؟ يعني ايه الفرق ما بين المواقع اللي بتبدا ب اتش تي بي والمواقع اللي بتبدا ب اتش تي بي اس؟ دي بتبقى سيكيورد، السيكيورتي بتاعتها معتمده على ايه؟ معتمده على الفكره اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الار اس اي، اللي هي الفكره المعتمده على موضوع البرايم نمبرز دي. عشان كده لو سيادتك عندك ال ان 250 ديجيت بنفس الالجوريزم ده احنا محتاجين 800 الف سنه عشان نعمله عمليه فاكتورايزيشن. لو الرقم ده 1000 ديجيت فاحنا محتاجين 10 to the power 25 years علشان نقدر نعمله عمليه فاكتورايزيشن. عشان كده الناس بدات تعتمد الفكره بتاعت الانتجر فاكتورايزيشن دي في كل عمليات الانكريبشن اللي موجوده اونلاين. ايه الجديد في موضوع الكوانتم؟ ده التحدي الحالي، لو حد انترستد في بروبلم بالشكل ده، التحدي الحالي هو ار اس اي 2048، ده رقم مكون من 2048 ديجيت. لو سيادتك قدرت تعمله فاكتورايزيشن فالجهه اللي اعلنت عن التحدي ده يعني ايه بتعرض على حضرتك 200,000 دولار جايزه لو سيادتك قدرت تعمله فاكتورايزيشن. فلو سيادتك عندك فاضي وعندك وقت فراغ، خصوصا ان احنا في الاجازه دلوقتي، فسيادتك ممكن تبدا تشتغل على الايه؟ على الموضوع ده، مش كده؟ طيب. بيتر شور باستخدام الكوانتم كمبيوتر قدر يعمل لنا الجوريزم، بس هذا الالجوريزم ما بيشتغلش غير على الكوانتم كمبيوتر بس. بيشتغل على القوانين بتاعت الكوانتم ميكانكس علشان يعمل لي عمليه الفاكتورايزيشن. اشتغل على حاجه اسمها الكوانتم فورير ترانسفورم، ان شاء الله لو في فرصه نبقى نتكلم عليها. بس الالجوريزم ده دي الكومبلكسيتي بتاعته، الكومبلكسيتي بتاعته دي تهمنا في ايه؟ تهمنا ان انا لو عندي 1000 ديجيت نمبر اللي هو كان محتاج 10 تو سبورت 25 ييرز على الكلاسيكال كمبيوتر، فاحنا لو عندنا النهارده كوانتم كمبيوتر نعرف نشتريه، انا اقدر اكسر الشفره دي في 20 مينتس بس. يعني اللي كنا هنعمله في 10 تو سبورت 25 ييرز نقدر نعمله على كوانتم كمبيوتر في 20 مينت. طبعا ده سبيد اب يعني عالي جدا محدش يقدر يتجاهله، وخصوصا ان هو بيكسر شفره، الشفره دي كلنا معتمدين عليها في حياتنا اليوميه. يعني كل السكيورتي وكل الباسورد وكل الهاكينج والحاجات بقى الايه اللي الناس بتبقى يعني انترستد فيها، الكلام ده كله لو عندنا النهارده كوانتم كمبيوتر بيتباع فور بيرسونال فاحنا نقدر نكسر الشفره دي بمنتهى الايه؟ بمنتهى السهوله. دي بالنسبه لنا باد نيوز، مش كده؟ ان احنا كل يعني الشفرات التشفير اللي موجود اونلاين هيبقى في خطر بسبب الكوانتم كمبيوتر؟ ولكن يعني في بديل، هنتكلم على البديل ده، الناس ما تقلقش قوي لان احنا في عندنا بديل وموجود من فتره باستخدام الكوانتم كمبيوتر برضه، يعني في تشفير جديد بدا يشتغل باستخدام الكوانتم كمبيوتر.
ولكن الريزلت بتاع بيتر شور دي خلت الناس تنتبه لاهميه هذا الديفايس. احنا بنتكلم على ديفايس جديد خالص، كمبيوتر جديد خالص بيشتغل بقوانين مختلفه. عشان كده شهيه الناس كده بدات تتفتح. بعدها على طول بسنه في واحد اسمه لوف جروفر عمل لنا الجوريزم بيشتغل، سيرش الجوريزم بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر اسرع من السيرش الجوريزم اللي موجود على الكلاسيكال كمبيوتر. يعني ايه؟ يعني احنا لو عندنا سيرش على الكلاسيكال كمبيوتر تخيل كده، والناس يعني ممكن تتخيل القصه دي بسهوله، ان انت لو عندك ليست، الليست دي فيها ولنفترض مثلا ارقام ناس، ارقام تليفونات بتاعت ناس، خلاص؟ وانت سيادتك عندك مثلا هنا 5 و2 و3 و7 و4 و6، اي ارقام، وانت سيادتك دي متخزنه جوه الكمبيوتر. طبعا الليسته بتبقى كبيره، الليسته دي بتبقى بالالاف مش بالعين كده نعرف ندور فيها. فانت سيادتك بتعمل سيرش كده على الكمبيوتر، فتحت كده التكست بوكس بتاعك وعايز تعمل سيرش، فبتقول له والله انا عايز سيرش على رقم 4، هل رقم 4 ده موجود عندنا على السيستم ولا لا؟ فالكمبيوتر بيعمل ايه؟ الكمبيوتر بيشوف هل الاربعه دي تساوي او الرقم، لا، طب اللي بعدها، طب اللي بعدها، طب اللي بعدها، لغايه لما يلاقيها يقول لك اه انا لقيت الرقم 4 في المكان الفلاني، يبقى الرقم ده موجود، مش كده؟ طيب ولو الرقم ده مش موجود، سيادتك بتدور على 14 مثلا، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيقعد يدور، هيعدي على لستة كلها واحده 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 لغايه ما يوصل لاخر رقم، وبعد كده يطلع لك رساله ايه؟ not found. طيب لو انا الليسته دي حجمها n، وبالتالي على الكمبيوتر بتاعنا انا محتاج في اسوأ ظروف ان انا ما الاقيش اصلا الايتم ده، في اسوأ ظروف ان انا ادور اعمل ال n ستيب كلهم، ان انا ادور في كل الايتمز عشان اقول لك كلمه found او not found. لوف جروفر عمل لنا ايه؟ عمل لنا الجوريزم بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر محتاج فقط جذر ال n ده، سرعته جذر هذا الرقم. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك لسته، الليسته دي حجمها 1000 ايتم، علشان تشتغل على الكمبيوتر بتاعنا انت محتاج 1000 ستيب، بتاخد 1000 تايم، 1000 يونت تايم عشان تتجد فاوند ولا نوت فاوند. لا، لوف جروفر حول لنا هذا الرقم لجذر ال 1000 ده. يعني انت سيادتك محتاج ايه؟ او مش 1000 كمان، 10000. لو سيادتك عندك 10000 ايتم فانت محتاج فقط ايه؟ محتاج 100 ستيب على الكوانتم كمبيوتر علشان ايه؟ علشان تجد الايتم ده فاوند ولا نوت فاوند. فده طبعا سبيد اب كبير بالمقارنه بالايه؟ بالكلاسيكال كمبيوتر. من ساعتها بقى، من بعد التو الجوريزمز دول بتوع بيتر شور وبتاع لوف جروفر، الناس بدات تشتغل في كل حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس بس حطوا قبلها كلمه كوانتم. وانت سيادتك لو انترستد في اي فرع من فروع الكمبيوتر ساينس، ادخل كده النهارده على جوجل واكتب جنبه كلمه كوانتم، كوانتم داتابيس، كوانتم ارتفيشال انتليجنس، كوانتم ماشين ليرنينج، كوانتم ايمج بروسيسنج، كوانتم بروجرامينج، كوانتم اي حاجه. احنا دلوقتي شباب في مرحله ترانزيشنز من الكمبيوتر ساينس الطبيعي بتاعنا للكوانتم كمبيوتر ساينس. في جامعات بدات تعمل كليات حاسبات كميه، يعني الكليه من بابها كده، الكليه مش ما هياش كمبيوتر ساينس، ما هياش كليه حاسبات، لا دي كليه حاسبات كميه. وانت سيادتك تقدر تسيرش لو انت انترست في حاجه زي كده. عشان كده احنا جامعه اسكندريه الحمد لله والشكر لله كان ليها السبق ان هي دخلت تدريس الكوانتم كمبيوتر ده يمكن من بدري، يمكن من اكتر من 10 سنين واحنا بندرس الكورس ده في الليفل بتاع الماجستير والدكتوراه، ويمكن بدانا ندخله كمان في الليفل بتاع الاندر جراديوت، لان لازم الناس تعرف هذا الايه؟ تعرف هذا الموضوع. يعني انا كنت حاطط لكم لينك هنا، اللينك ده يعني بيوريني اليونيفرسيتيز اللي شغاله في موضوع الكوانتم كمبيوتر. لو سيادتك انت عملت سيرش كده على البلد اللي انت تبعها او البلد اللي انت انترست ان انت تسافر لها، وتشوف مين الجامعات اللي شغاله في موضوع الكوانتم كمبيوتر، يعني في عندنا معهد كده في ووترلو اسمه انستيتيوت اوف كوانتم كومبيوتنج. هل احنا موجودين في الدول اللي شغاله في الكوانتم كمبيوتر؟ تعالوا كده نعمل سيرش على ايجيبت، هل ايجيبت موجوده في الخريطه ولا لا؟ فالحمد لله وشكر لله ايجيبت ممثله من خلال الجروب اللي هو بيقدم السكور النهارده. فيعني الموضوع ده بقى مهم جدا بقى. معلش، هي باد نيوز لبعض الناس،
ان الكمبيوتر ساينس التقليدي اللي احنا بندرسه دلوقتي ده will be obsolete very soon، خلاص هينتهي. بس طب سيادتك بتدرسه ليه اذا كان هو هيبقى obsolete very soon؟ ما انت سيادتك لازم تدرس الاول كمبيوتر ساينس عشان تعرف تشتغل في موضوع الكوانتم كمبيوتر ساينس، فبالتالي اللي بتدرسه دلوقتي ما هواش يعني ايه، ما هواش حاجه، ما هواش تضييع وقت، ولكن لازم تبقى عارف ان في بعده ستيب مهمه جدا لازم سيادتك تبدا تفكر فيها من دلوقتي. الناس اللي شغاله في مجال الكوانتم كمبيوتر بداوا يدوروا على كل البروبلمز اللي تتحل على الكلاسيكال كمبيوتر بتاعنا، وهل ممكن يستفيدوا من الكوانتم كمبيوتر في الموضوع ده ولا لا. تقريبا بنسبه 100% في سبيد اب بيتم على الكوانتم كمبيوتر، في عندنا الالجوريزم تبقى اسرع كتير جدا في الكوانتم كمبيوتر. يعني انا مدي لكم هنا شويه سامبلز كده على بعض البروبلمز اللي اتعمل لها الجوريزمات بس بتشتغل على الكوانتم كمبيوتر بس، وده السبيد اب بتاعها. عشان كده اللي حابب ان هو يشتغل على الموضوع الكوانتم الجوريزمز والكوانتم بروجرامينج لازم يدخل على موقع كده، الموقع ده بيسموه الكوانتم زو. الموقع ده موقع مهم جدا عشان سيادتك تعرف الناس وصلت لايه في بروبلم معينه. انت بتتكلم على سيرش بروبلم، سورت بروبلم، جراف كالرنج بروبلم، البروبلمز الاساسيه اللي هي بتكون موضوع الكمبيوتر ساينس. في عندنا موقع مهم قوي كده لو سيادتك دخلت عليه هيقول لك بالظبط كل البروبلمز اللي يمكن بقت موجوده في الكمبيوتر ساينس دلوقتي والسبيد اب بتاعها ايه، ودي كده الالجوريزمات. فانت سيادتك تقدر تعرف الكوانتم كمبيوتر يمكن في عندنا هنا بروبلمز كتير جدا الناس اشتغلت عليها، وفي كل الحالات بلا استثناء. وهنا موجود الريفرنس الظريف في الموقع ده ان هو بيقول لك الريفرنس بتاع الابحاث اللي طلعت لك الالجوريزم اللي بيشتغل على الكوانتم كمبيوتر ده. ففي عندنا يعني لسته طويله جدا من الالجوريزمات وكلها فيها سبيد اب، مفيش عندنا كده بروبلم البروبلم دي الكلاسيكال زي الكوانتم، دايما الكوانتم سابق بمراحل كتير. بس احنا عشان نبقى شطار في مجال الكوانتم كمبيوتر معلش مضطرين ان احنا نبقى شطار في الماثماتكس، معلش دي هتبقى ايه يعني حاجه اذا وصلت كده ان سيادتك تبقى شاطر في موضوع الكوانتم، في موضوع اللينير الجبرا، في بعض حبه حاجات كده في الماثماتكس هنتكلم عليها دلوقتي. عشان كده اول سيجن ان شاء الله بعد الانترودكشن ان احنا يبقى عندنا سيجن في اللينير الجبرا. مهم قوي ان احنا ندرس الاول لينير الجبرا كويس علشان نبدا نفهم الاساسيات بتاعه الموضوع. ثم بقى في عندنا فيلدز كتيره جدا يعني مش هقعد اتكلم عليهم كلهم لان هم كتير، ولكن دي الفروع اللي موجوده في الماثماتكس وبتخدم ايه في الكوانتم كمبيوتر. لو سيادتك مش حابب يعني في بعض الناس كده بيبقى عندها تحفظ شويه في موضوع الماثماتكس، لا معلش احنا اسفين يا جماعه، لازم سيادتك تبقى شاطر في الماثماتكس في كل فروع الماثماتكس تقريبا علشان سيادتك تعرف تشتغل في اي فرع بعد كده في مجال الايه. يعني انا كاتب لكم الفروع هنا، مش هتكلم على الكوانتم كومبيوتنج توبكس اللي سيادتك لسه ما سمعتش عنها، ولكن انا حابب ان انت تبص كده على الكورسات اللي سيادتك لو فيها معانا طلبه جامعه بتقعد تدرس بعض مقررات كده في الماثماتكس تقعد تقول لك احنا هنستخدمها في ايه. الكلام ده مهم جدا في الكمبيوتر ساينس وزاد اهميته كمان في موضوع الايه؟ موضوع الكوانتم كمبيوتر ساينس. دي كلها يعني فروع في الماثماتكس سيادتك هتستخدمها. هتستخدمها في ايه؟ ده اللي احنا كاتبينه بقى. طيب انا حابب بس قبل ما نكمل عايز اسمع اسئله، يعني في ثلاثه رافعين ايديهم، ففي محمد الطيب، في مصطفى، وفي دعاء، فنبدا نسمع كده شباب اسئلتكم وبعد كده نكمل مع بعض السيشن. دعاء اتفضلي. طيب مصطفى، الناس اللي رفعوا ايديها يا شباب. طيب محمد الطيب، انتوا ممكن تعملوا ان ميوت دلوقتي لو عندكم سؤال، ممكن تعملوا ان ميوت. شباب الناس سامعاني؟ كريم الناس سامعاني؟ انا سامع حضرتك يا دكتور.
تمام، يعني انا خايف بس الصوت يكون راح لاي سبب كان. طيب تمام، طيب نكمل مع بعض يا شباب. في حد عنده اي سؤال تاني؟ في احمد صقر رافع ايده، اتفضل يا احمد. احمد صقر، جماعة الناس اللي بترفع ايديها. اتفضل يا احمد. احمد صقر، طيب تمام. بس نعمل ايه، اللور هاند كده عشان واضح ان هم رفعوا ايديهم عن طريق الخطأ. طيب anyway، فنكمل مع بعض الموضوع بتاعنا. فعشان كده موضوع الماثماتكس مهم قوي يا شباب. ده كده الموقع بتاع شركة دي ويف، دي شركة كندية، يمكن دي أول شركة أعلنت إن هي بتصنع الكوانتم كمبيوتر. يمكن الكوانتم كمبيوتر بتاعها ليه مواصفات مختلفة شوية، في حاجات أفضل منه كتير، ولكن يعني لازم إيه نذكرها كده كأول شركة قالت إن أنا بصنع كوانتم كمبيوتر. فدي كانت خطوة اللي بعد كده، لكن في شركات كتير هنتكلم عليها دلوقتي بتصنع وبتبيع فعلا الكوانتم كمبيوتر اللي احنا بنتكلم عليه. الشركات، في عندنا شركات كتير جدا بدأت تؤسس از ستارت ابس في مجال الكوانتم كمبيوتر. يعني الشركه من بابها كده شركه بروجرامينج في مجال الكوانتم كمبيوتر وبتطلب شغل. يعني في عندنا، انا برضو حاطط لكم موقع كده نتفرج عليه، سيادتك تتفرج على كم الشركات. للاسف نفسنا كده نشوف شركة في مصر او في الوطن العربي شغالة في مجال الكوانتم كمبيوتر. دي كلها برايفت ستارت ابس. ممكن سيادتك تدخل على كده موقع اسمه الكوانتم كومبيوتنج ريبورتس، وسيادتك هتلاقي بقى في عندنا عشرات الشركات اللي تأسست في مجال الكوانتم كمبيوتر بيشتغلوا. انت سيادتك ممكن تدخل بقى على الشركات دي كده تتفرج هما بيبيعوا ايه بالظبط. ولكن الظريف والمهم اللي سيادتك تعرفه ان الشركات دي بقى بتطلب جوبز. الجوبز دي شبه الجوبز بتاعت الكمبيوتر ساينس بالظبط. يعني شيل كلمة كوانتم قبل اي جوب من دول، هتلاقي ان انت بتدور على جوب تبع كمبيوتر ساينس، ولكن قبلها كلمة كوانتم، كمبيوتر اركتكت، كوانتم، كوانتم ساينتست هاردوير، كوانتم سوفت وير انجينير، كوانتم كذا، كوانتم، هتلاقي كل المسميات اللي موجوده، كوانتم برودكت مانجر، كوانتم كونسلتنج، مش عارف ايه، كل دي مسميات. بس قبلها ايه؟ قبلها كلمه كوانتم. وبالتالي شركات كتير جدا بتطلب جوبز. على فكره مهم قوي، طبعا هم بيختبروا سيادتك في الكوانتم قبل ما يوظفوا سيادتك. الدول كتير جدا بدا يبقى عندها الشركات دي. فاحنا نتمنى واحنا مستعدين، اللي حابب ان هو يعمل ستارت اب كده، ان احنا نقدم له دعم فني ونقدم له استشارات من خلال مركز تميز بتاعنا في كليه علوم. فالشركات بدات كتير يا شباب، الموضوع ده بدا يوصل اندستري، يعني ما عادش مجرد ساينس كده وريسيرش الناس بتشتغل عليه في المعامل، لا ده بقى في اندستري، في بروجرامنج لانجويجز كتير بدات تظهر في المجال ده. يمكن احنا خلال السكول هنغطي جزء كبير جدا من لغه البرمجه بتاعت الاي بي ام كوانتم كمبيوتر اللي هي الكيسكت، هنتكلم عليها جرعه لان هي من اشهر واقوى البروجرامنج لانجويج في المجال ده دلوقتي. في مثلا اللغه بتاعت سيرك، اللغه دي بتاعت جوجل، جوجل عملت كمان كوانتم كمبيوتر زي ما هنشوف. وبالتالي في عندنا لغات برمجه، سيادتك بتتعلم لغات برمجه جديده خالص عشان تبرمج الكوانتم كمبيوتر ده. طيب قبل بس ما نبدا نسترسل في القدرات اللي قد تبدو خارقه لمجال الكوانتم كمبيوتر، ما فيش حاجه خارقه يا شباب، ما فيش سحر، الموضوع كله ساينس، الموضوع كله فيزيكس. فحابب ان احنا نبدا باساس الكوانتم كمبيوتر. في عندنا حاجه اسمها الكيوبيت، زي ما اتفقنا كل اللي هنتكلم عليه يا شباب النهارده في السيجن دي احنا هنسمعه بعد كده بالتفصيل في السيجنز اللي بعد كده، لكن حابب كده ان الناس تاخد اوفر فيو على كل حاجه سيادتك هتسمع عنها. فايه الفكره؟
الفكرة الأساسية اللي خلت الكمبيوتر الكوانتم كمبيوتر أسرع وأفضل من الكلاسيكال كمبيوتر، واحد الوحدة الأساسية بتاعته، الوحدة الأساسية بتاعتنا في الكلاسيكال كمبيوتر حاجة اسمها البيت، مش كده؟ البيت دي هي دايرة كهربائية بتبقى يا مشحونة يا مش مشحونة، هي بتاخد قيمة صفر يا بتاخد قيمة واحد، مش كده؟ وبالتالي كلاسيكالي أنا عندي حاجة اسمها البيت. البيت دي بتبقى وحدة دايرة، الدايرة دي يا إما بتاخد قيمة صفر يا إما بتاخد قيمة واحد، ودي بتبقى سيركت كاملة بالمكونات بتاعتها، بتبقى حاجة اسمها الفليب فلوبس ومكونة مع بعض متوصلة مع بعض عشان في الآخر تديني تأثير البيت اللي إحنا بنتكلم عليه ده. لكن إحنا عندنا في الكوانتم كمبيوتر عندنا حاجة اسمها الكيوبيت، اختصار كلمة كوانتم بيت، تمام؟ الكوانتم بيت دي ممكن توصل ان هي تبقى اتوم واحده، يبقى قارن كده ما بين حجم الوحده الاساسيه عندنا في الكوانتم كمبيوتر والوحده الاساسيه عندنا في كلاسيكال كمبيوتر. خلاص؟ طيب ايه الفرق غير السايز؟ يعني السايز ده طبعا حاجه فرق كبير جدا، السيركت دي فيها ملايين من الاتومز، معنى كده ان انا اللي كنت هعمل بيه بت انا ممكن اعمل بيه ملايين من الكيوبيتس. ده لو احنا قدرنا نوصل للتكنولوجي دي. لكن في فرق مهم جدا غير بقى حكاية ان البيت بتاخد صفر وواحد، ان الاتوم ممكن تاخد الصفر والواحد في نفس الوقت. الكيوبيت بتاعتنا اللي هي الكوانتم بيت ممكن تاخد الصفر والواحد في نفس الوقت، يعني يبقى فيها القيمتين في نفس الوقت بشكل ما. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نتخيل القصة دي يا شباب، مهم قوي ان احنا نتخيلها من البداية. انت سيادتك عارف الاتوم، كلنا كده يمكن من ثانوي، لو معانا طلبة مدارس معانا من ثانوي عارفين ان الاتوم هي عباره عن ايه؟ عباره عن في نيوكليوس نواه كده موجوده، وفي عندنا حاجه اسمها الانرجي ليفلز اللي هي بيبقى موجود عليها الايه؟ موجود عليها الالكترونات، مش كده؟ بيبقى في عندي كده على حسب بقى الماده اللي احنا بنتكلم عليها بيبقى في الليفلز دي كده في الكترونات، تمام؟ طيب الناس بتوع الفيزيكس لقوا ان احنا في عندنا بعض مواد بتحقق بعض الفيزيكال بروبرتيز اللي ممكن نستخدمها بعد كده في الكمبيوتيشن. زي ايه؟ قال لي سيادتك انا هدور على ماده، الماده دي فيها تو انرجي ليفلز بس نوت ستيبل، ولكن جميع الانرجي ليفلز الثانيه ستيبل. يعني تخيل كده ان انا عندي فيه تو انرجي ليفلز بس دول نوت ستيبل. كلمه نوت ستيبل يعني ايه؟ يعني ان سيادتك يقدروا يفقدوا الكترونات او يكتسبوا الكترونات، نوت ستيبل يقدروا يفقدوا ويكتسبوا الكترونات. بس هم دوروا على ماده، الماده دي ما بين تو انرجي ليفلز اللي نوت ستيبل في عندي مجموعه من الانرجي ليفلز ستيبل، يعني الحبه دول بالنسبه لنا ستيبل تماما، لا يفقدوا ولا يكتسبوا الكترونات. طب ليه البروبرتي دي؟ عشان انا عايز بس الليفل ده يكون نوت ستيبل والليفل ده يكون نوت ستيبل. طيب هستفيد ايه من القصه دي؟ وليه لازم الجزء اللي في النص ده يكون ستيبل تماما؟ قال لك ما هو في الاساس عشان اقدر اعمل عمليه كومبيوتيشن على اي ديفايس انا لازم يبقى عندي طريقه امثل بيها الباينري زيرو بتاعنا والباينري وان بتاعنا، اللي هم الباينري الاساسي اللي بنستخدمه في الكومبيوتيشن، مش كده؟ وبالتالي قال لك طيب هل انا ممكن لو انا عندي اتوم وعندي انرجي ليفل هنا والالكترون موجود تحت في اللو انرجي ليفل اللي هو اللي تحت، هل ده انا ممكن امثله بالشكل صفر؟ بس احنا معلش هنكتب صفر كده بشكل غريب شويه لغايه اما نفسره في اللينير الجبرا، سيادتك هتشبعوا من القصه دي تفهموا الصفر اللي مكتوب بشكل غريب ده ليه، ولكن افترض ان هو الباينري صفر بتاعنا الطبيعي. خلاص؟ طيب اذا انا لو انا الالكترون موجود تحت انا ممكن افترض ان هو في حاله الصفر. طيب انا عارف الانرجي ليفل بتاع ده والانرجي ليفل بتاع ده، ايه اللي هيحصل لو يعني سلطت كده ليزر في يحمل انرجي بالظبط ايكوال الديفرنس بتوين الانرجي ليفل 1 و2؟ فمعنى كده انت سيادتك هت ايه هت هت هتدي كده شويه انرجي لهذا الالكترون بالظبط قد الفرق بتوين التو انرجي ليفلز دول، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هذا الالكترون ايه؟ هيجامب يبقى موجود في الهاير انرجي ليفل، صح؟ ده اللي هيبقى موجود هنا. طيب هل انا ممكن افترض ان الالكترون لو هو موجود في الهاير انرجي ليفل
ان هو موجود في الحاله واحد اه، وبالتالي انا لو اقدر اديتكت سام هاو الالكترون موجود في اللو انرجي ليفل ولا في الهاي انرجي ليفل، دي هتبقى بالظبط زي صفر والواحد عندنا في كلاسيكال كمبيوتر. واحنا شايفين دلوقتي بعمليه بسيطه جدا انا قدرت اعمل عمليه النوت، مش كده؟ ان انا اقلب الصفر لايه؟ اقلب الصفر لواحد. بس النوت ما هياش من صفر لواحد، النوت من صفر لواحد ومن واحد لصفر. يا شباب ثواني بس هنعمله فلايت مود. طيب يبقى احنا زي ما قلنا النوت ان انا اقلب من صفر لواحد وارجع كمان الواحد لايه؟ ارجع كمان الواحد لصفر، مش كده؟ طيب ان انا ادي الالكترون ده الانرجي اللي تكفي ان هو يطلع فوق، دي بقت الايه؟ من صفر لواحد. طب ارجعه ازاي من واحد لصفر؟ ولا حاجه، انت سيادتك ممكن تعمله عمليه كولينج، ممكن سيادتك بس تبرده كده تاخد منه الانرجي اللي كانت موجوده فيه، وبالتالي هيرجع تاني من واحد لصفر. اذا احنا قدرنا نعمل عمليه نوت، ابسط عمليات الكمبيوتيشن، صح؟ بس طب ايه الجديد؟ اذا كان الصفر وواحد، واحد وصفر دول موجودين، هل استفدنا حاجه جديده؟ واحد اللي احنا بنقوله ده دلوقتي يقول لسيادتك ان اي حاجه سيادتك تقدر تعملها على الكلاسيكال كمبيوتر ان سيادتك تقدر تعملها على الكوانتم كمبيوتر برضه، طالما عندنا عمليه التحويل من صفر لواحد ومن واحد لصفر. ولكن الجديد عندنا ايه؟ ايه اللي هيحصل لو سيادتك عندك الكترون في اللو انرجي ليفل اهو، وسيادتك اديته انرجي ولكن مش الانرجي بالظبط اللي يخليه ستيبل في الجزء اللي فوق، افرض سيادتك اديته نص الاي دي بس او ربع الاي دي بس، ايه اللي هيحصل؟ نص الانرجي او ربع الانرجي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو ما يقدرش يفضل قاعد مكانه، لان معنى كده ان هو اكتسب انرجي وفي نفس الوقت ايه؟ ها؟ يعني مش هياكل وينكر زي ما بيقولوا. ما اقدرش اديله انرجي وفي نفس الوقت مش هيقدر يفضل قاعد في مكانه. لكن الانرجي دي مش هتكفي ان هو يستقر في الهاير انرجي ليفل، فايه اللي هيحصل؟ الناس بتوع الكوانتم فيزيكس الكوانتم ميكانكس قال لك ان هذا الالكترون هيقعد يتحرك بتوين اللو انرجي ليفل والهاي انرجي ليفل، هيقعد يوصليت، هيقعد يتحرك كده ايه؟ لا هو قادر يرتاح فوق ولا هو قادر يرتاح تحت، لان هو خد انرجي وبالتالي لازم يفضل يتحرك بتوين الايه؟ يفضل يتحرك بتوين الاثنين. طيب هل لو القيمه بتاعت النص اي دي اختلفت حركته هتختلف؟ الناس بتوع الكوانتم ميكانكس قال لك اه برضه، يعني لو سيادتك اديته ربع الانرجي بس اللي هو محتاجه عشان يستقر فوق، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا اديته ربع الانرجي، لو هو ما خدش حاجه خالص هيفضل قاعد تحت، لو هو خد الانرجي كامله هيفضل قاعد فوق. طيب لو خد ربع الانرجي، ناس بتوع الكوانتم ميكانكس قال لك ان هو برضه هيبدا يوسليت بتوين الابر ليفل واللور ليفل، اللي هو ابر انرجي ليفل واللور انرجي ليفل، ولكن هيبقى الانرجي مخليه مكسل قريب شويه للايه؟ قريب شويه دايما لللو انرجي ليفل برضه. يعني ايه؟ يعني انت سيادتك جرب كده انك تتقسم التايم بتاع الالكترون ده لاربع ارباع، في عندنا تلات ارباع منهم هيفضل قاعد تحت وربع هيفضل قاعد فوق، يعني عد كده واحد اتنين تلاتة أربعة، ثم يرجع واحد اتنين تلاتة أربعة، هو عمال يتحرك ولكنه إيه؟ متباطئ شوية ناحية الإيه؟ ناحية اللو إنرجي ليفل أكتر. خلاص؟ طب لو سيادتك اديته أي نسبة تانية؟ قال لك على حسب النسبة حركته هتبدأ إيه؟ نبدأ نوصفها، يعني لو سيادتك قلت لي كده 5/7 إي، نسبة من الإي 5/7 إي، إيه اللي هيحصل؟ إن سيادتك قسم التايم بتاعه 7، هتلاقي 5 منهم بيقضيهم فوق واتنين بيقضيهم تحت. معنى كده إن هو بقى أقرب لمين؟ بقى أقرب للواحد. تمام؟ طيب برضو القصة دي هتفرق معايا في إيه؟ قال لي سيادتك طب هو دلوقتي لو هو عمال يتحرك بقى بتوين الأب والداون بالشكل ده، هل هو في الحالة صفر ولا في الحالة واحد؟ فقال لي سيادتك عشان سيادتك تعرف اذا كان هو في الحاله صفر ولا في الحاله واحد لازم سيادتك تقيسه. يعني ايه تقيسه؟ يعني المفروض الاتوم ده
بيكون موجود في بوكس، والبوكس ده كلوزد، يعني ده كده اكنه باب، انا برسم باب ورا الباب ده ايه، ورا الباب الاتوم، هو عمال يتحرك بالحركه اللي بيتحركها زي ما هو عايز، خلاص. يعني تخيل كده ان هو ورا الباب بيتحرك بالشكل ده، خلاص، واحنا كنا مدين له انرجي، ولنفترض مثلا 3 على 4 من الانرجي عشان يتحرك الشكل ده، معنى كده ان هو هيقضي 3 ارباع وقته فوق عند الواحد، وربع وقته بس واحد عند الايه، عند الصفر تحت. طيب بس سيادتك عشان تعرف هو في حاله الصفر ولا في حاله الواحد، لازم سيادتك تفتح عليه الباب ده. الناس بتوع الكوانتم ميكانكس قالوا لك الاتي، لو سيادتك فتحت عليه الباب فهو هيدور في اللحظه اللي سيادتك فتحت عليها الباب، هيدور على الانرجي ليفل اللي هو اقرب له وهيستقر عنده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان سيادتك احتمال تفتح عليه الباب تلاقيه فوق ويستقر على فوق، طالما سيادتك فتحت عليه الباب فانت عرضته الانرجي. ما خد بالك ان التمبريتشر اللي موجوده حوالينا في الجو، النور، الكهرباء، الحراره، اي حاجه من الحاجات دي انرجي، وبالتالي الانرجي دي بتلخبط الاستيت بتاعته، ما بتخلوش يتحرك الحركه المنتظمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. عشان كده فتحه الباب بتخليه يفقد الخواص بتاعت الكوانتم ميكانكس بتاعته ويرجع كلاسيكال تاني، يعني يا يستقر فوق يا يستقر تحت. طب هو انت سيادتك هتفتح الباب هتلاقيه فوق ولا هتلاقيه تحت؟ قال لك انت وحظك بقى. يعني ايه انت وحظك؟ اصل الموضوع بقى معتمد على البروبابيليتي. يعني ايه البروبابيليتي؟ انت سيادتك بتقول لي كده ان هو بيتحرك تلات ارباع بتلات ارباع الانرجي، وبالتالي سيادتك عندك فرصه 3 اوفر 4، البروبابيليتي 3 اوفر 4 ان انت سيادتك تلاقيه فوق، و1 اوفر 4 ان سيادتك تلاقيه تحت. اذا احتمال تلاقيه في صفر واحتمال تلاقيه في الواحد. معنى كده الناس بتوع الكوانتم انفورميشن ثيوري قال لك طالما سيادتك ممكن تلاقيه صفر وممكن تلاقيه واحد، معنى كده ان هو موجود في الاثنين في نفس الوقت. ان هو موجود في الصفر والواحد في نفس الوقت، ولكن ويز بروبابيلتي، انت هتفتح تلاقي مين بالظبط؟ انت وحظك. وطبعا بقى البروجرامنج بتاعنا في الكوانتم كمبيوتر بيعتمد ان احنا نزود البروبابيلتي ان انا اجده في حته معينه وقت ما ايه؟ وقت ما افتح الباب عليه. خلاص؟ ان انا عايز اما افتح الاقيه واحد، او ما ابدا اطبق كده شويه اوبريشنز باستخدام الكوانتم بروجرامنج، ان انا اوصل الثلاث ارباع دول لمثلا بدل ما هم 75% لا اوصلهم مثلا ل 99.9%، ازود البروبابيلتي ان انا الاقيه في الايه؟ في المكان ده. خلاص البروجرامنج كله بيدور حول الموضوع ده. بس عشان نعرف نمثل معادله فيها الصفر، سوري دي مش الصفر بقى، اللي فوق دي الواحد، معادله فيها الواحد وفيها صفر في نفس الوقت، فالناس بتوع الكوانتم ميكانكس عملوا لنا معادله كده حاجه اسمها ال A صفر بلس B واحد. ايه دي؟ معادله فيها الصفر وفيها الواحد في نفس الوقت ان لينير كومباينيشن، ومعاهم ارقام كوفيشنز، دي بتبقى ارقام كومبلكس نمبر. الارقام دي بتدل على ايه يا شباب؟ بتدل على مربع الارقام دي بيدل على البروبابيليتي ان سيادتك تجد لو فتحت عليه الباب تجده في الصفر ولا تجده في الواحد. عشان كده السيستم اللي احنا بنرسمه فوق ده لو انا حاولت ان انا امثله رياضيا هيبقى شكله عباره عن ايه؟ هيبقى شكله على سكوير روت ربع صفر زائد سكوير روت تلات ارباع واحد. وبالتالي انت سيادتك تقول ايه؟ لو فتحت الباب على الكيوبيت ده دلوقتي فانا في عندي probability ربع ان انا الاقيه في الحاله صفر، او probability تلات ارباع في الايه؟ ان انا الاقيه في الحاله واحد. تمام؟ ده الاساس او ده الاختلاف بين الكوانتم داتا والكلاسيكال داتا. اذا انت سيادتك لو عندك 3 بيتس عاديين جدا سيادتك تقدر تخزن فيهم صفر صفر صفر، او اور صفر صفر واحد، او صفر واحد صفر، او لغايه ما سيادتك توصل للواحد واحد واحد، مش كده؟ بس هنا في اور بينهم، يا ده يا ده يا ده يا ده. لكن انت لو سيادتك عندك 3 كيوبيتس كلهم بيتحركوا الحركه اللي احنا بنتكلم عليها دي بارقام مختلفه، فالثلاثه كيوبيتس دول لو سيادتك فتحت عليهم الباب هم الثلاثه في نفس الوقت، فسيادتك يا هتجد 0 0 0، او هتجد 0 0 1، او هتجد لغايه 1 1 1. معنى كده ان كل دول كانوا موجودين في الثلاثه كيوبيتس دول في نفس الوقت، مش واحده منهم، لا ده كلهم مره واحده.
معنى كده في الكلاسيكال داتا لو انا عندي ان بيتس انا اقدر اخزن قيمه من ان قيمه، واحده من التو تو ذا باور ان، لكن في الكوانتم اقدر اخزن التو تو ذا باور ان كلهم مره واحده. اقدر اخزن التو تو ذا باور ان كلهم مره واحده، وبالتالي سيادتك ممكن تخزن اري كامل بدل ما تخزن فاريبل واحد في البيتس، لا انت سيادتك ممكن تخزن ايه؟ ممكن تخزن اري كامل في نفس الايه؟ في نفس الفاريبل. فده طبعا فرق كبير جدا. عشان كده لو سيادتك كده تخيلت السبيد اب اللي ممكن نكسبه بحاجه زي كده، تخيل كده لو سيادتك عندك اري اوف داتا وسيادتك عايز تزود بس واحد على كل اليمنت في الاري ده، فسيادتك هتعمل ايه كلاسيكالي؟ سيادتك مضطر تعمل كده لوب بسيطه وتقعد تعدي على كل اليمنت في الاري، تقعد تقول ايه اي اي ايكوال اي اي بلس 1 اي اي ايكوال اي اي بلس 1 لغايه ما تعدي على الاري كله. ولكن انت الاري كله لو سيادتك ضغطته في فاريبل واحد فانت سيادتك هتعمل البلس 1 دي كام مره؟ مره واحده. معنى كده ان مهما كان حجم الاري لو قلبته كوانتم انا هعمل الاوبريشن دي مره واحده بدل ما تاخد معانا وقت طويل جدا على الايه؟ على كلاسيكال كمبيوتر. عشان كده يعني الناس بدات تفكر ده سبيد اب عالي جدا. ده شكل الكيوبيت اللي احنا قلنا عليه. الاشكال الغريبه دي ايه؟ ان شاء الله بقى كريم هيكلمكم على الموضوع ده بعد البريك، بعد ما نخلص المحاضره بتاعت السيشن دي. ان الصفر ده هو مجرد شورت هاند لفيكتور، والواحد ده هو مجرد شورت هاند لفيكتور، وبالتالي الموضوع كله التعامل كله بيتنقل لللينير الجبرا، بيبقى الموضوع لينير الجبرا اكتر منه ايه؟ اكتر منه مجرد فيزيكس يعني. دي التجربه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. التجربه دي بيسموها الترابد ايونز، ان سيادتك يبقى عندك الكترون كده في اللو انرجي ليفل، لو سيادتك اديته انرجي بيطلع في الهاير انرجي ليفل، ولو سيادتك اديته جزء بيبقى ايه؟ بيبقى يعني بيتحرك بقى بتوين اللو والاي، الجراوند والاكسايتد. على فكره مش دي التكنولوجي الوحيده اللي احنا بنصنع بيها الكيوبيتس، في عندنا تكنولوجيز كتير قوي. يعني من التكنولوجيز برضو المقترحه لتصنيع الكيوبيتس الكوانتم كمبيوتر حاجه اسمها نيوكلير ماجنتيك ريزونانس، ان احنا يبقى عندنا كده مجال مغناطيسي. والميزه في التكنولوجي دي ان هي مش محتاجه ان هي تبقى في الـ في الـ في الزيرو تمبريتشر، يعني سيادتك ممكن في الروم تمبريتشر تستخدم على ان انت يبقى عندك كده مجال مغناطيسي، لما تحرك النورس الالكتروني يلف يمين، لو تحرك الساوس الالكتروني يلف شمال، وبالتالي سيادتك تقدر ايه؟ تقدر تتحكم في دوران الالكترون وسرعته عن طريق النورس والساوس بالشكل ده. مش دول بس، اكشوالي في سباق كبير بتوين الناس بتوع الانجنييرنج والفيزكس ازاي نوصل التكنولوجي اللي نصنع بيها الكمبيوتر. يعني ده سيادتك لو دخلت، وانا اجيب لكم حاجه ما هياش محتاجه مرجع ولا حاجه، دي موجوده على الويكيبيديا. لو سيادتك دخلت كده التكنولوجيز المحتمله ان احنا نصنع بيها الكيوبيت، وكل تكنولوجي منهم الصفر عباره عن ايه والواحد عباره عن ايه. فهتلاقي كده مثلا ان في عندنا حاجه اسمها الفوتون. الفوتون ممكن يبقى حاجه اسمها البولاريزيشن بتاع الفوتون، لو هوريزونتال بقت صفر، لو الفيرتيكال بقت الواحد. في عندنا يعني تكنولوجيز كتير قوي، انا مش عايز ادخل في مجال فيزيكس كتير لان هو يعني مش ما هوش تخصصنا، ولكن لازم سيادتك تبقى عارف ان انت ما تروح تشتري النهارده كوانتم كمبيوتر، انت مش بتروح تشتري كوانتم كمبيوتر وخلاص، انت لازم تسال عن التكنولوجي بتاعته، لان كل واحده في دول ليها مميزات وليها عيوب، وبالتالي تروح تقول له ايه؟ انا عايز كوانتم كمبيوتر بالفوتونكس، انا عايز كوانتم كمبيوتر بالسوبر كوندكتورز، انا عايز كوانتم كمبيوتر بكذا. طيب مين في دول هينجح؟ الترنز اوت ان في عندنا تكنولوجيز كتير قوي نجحت. عشان كده سيادتك لازم تسال انت هتشتغل على كوانتم كمبيوتر بأني تكنولوجيز. يعني من اشهر الحاجات اللي نجحت وبدات تتصنع وبدات تتباع فعلا، في عندنا تكنولوجي اللي جوجل واي بي ام شغالين بيها، التكنولوجي بيسموها السوبر كوندكتنج لوبس. في عندنا تكنولوجي اللي شركه ايون كيو بتشتغل بيها، دي اللي هي ترابد ايونز، دي اللي احنا كنا بنحكي عليها دلوقتي، ان احنا ايه الكترون يقعد يتحرك كده اب وداون. في عندنا تكنولوجي سيليكون كوانتم دوتس، دي شركه انتل بتصنع الكمبيوتر بتاعها دلوقتي، وان كان لسه ما سمعناش اخبار قوي عنه يعني. شركه مايكروسوفت والبيل لابس بيصنعوا الكمبيوتر عن طريق حاجه اسمها التوبولوجيكال كيوبيتس. دي لسه حاجه نظريه، يعني ما شفناش اي امبلمنتيشن ليها خالص، عشان كده دي ان ايه يعني مايكروسوفت بتدرس لسه الفيزيكس بتاع الموضوع، لسه ما صنعتش حاجه.
الحاجات اللي فاتت دي يا شباب دي مصنعه، وسيادتك تقدر النهارده تدخل تستخدمها عن طريق الكلاود، ان انت تبرمج وتبعت لهم البروجرام من الكوانتم كمبيوتر بروجرام ويرجعوا لك الريزلتس. التكنولوجي دي ما عادتش ايه، ما عادتش كده فيزيكس وحاجه نظري، لا دي بقت موجوده فعليا، ايه موجوده فعليا معانا. وفي تكنولوجيز كثيره جدا بس دول اشهرهم يعني. اذا ملخص كده الفرق بين الكلاسيكال والكوانتم، ان الكلاسيكال كومبيوتيشن الداتا بتاعته بتبقى يا صفر يا واحد، لكن الكوانتم الداتا بتاعته بتبقى عباره عن حاجه اسمها الكوانتم ستيتس اللي هم الصفر والواحد بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا قلناه ده، وبالتالي ممكن يبقى عندي كومباينيشن بين الصفر والواحد. تمام؟ طيب شباب، في اي حد عنده اسئله قبل بس ما ندخل في الـ في الـ في الـ الحته اللي بعد كده؟ في حد عنده اي اسئله؟ تو ريز هاند. كل حاجة واضحة؟ طيب تمام. محمد الطيب لسه رافع ايده، هل عندك سؤال ولا انت نزلتها ورفعتها تاني؟ طيب تمام. وبالتالي لازم سيادتك تبقى متخيل ان البروجرامينج على الكوانتم كمبيوتر مش هيبقى زي البروجرامينج على الكلاسيكال كمبيوتر. البروجرامينج على الكوانتم كمبيوتر معتمد في اساسه على اللوجيكال اوبريشن، زي الاند، زي الاور، زي النوت، زي الاوبريشنز الاساسيه اللي موجوده عندنا في اللوجيك. لا احنا عندنا جيتس جديده خالص، لوجيك جديد خالص في الكوانتم، ولكن في اساسه بيعتمد على مجموعه من الماتريسيز. والماتريكس ليه احنا بنتكلم على ماتريكس؟ يبقى احنا عندنا الداتا الكوانتم ستيت على شكل فيكتور، لكن الاوبريشنز اللي بطبقها على. معلش عندي سؤال ممكن اسال حضرتك؟ اتفضل محمد. هو معلش دكتور، ازاي هعرف ان الداتا اللي انا خزنتها ديت هي الداتا اللي انا هرجعها بعد كده لما احب استخدمها؟ يعني هي حضرتك بتقول ان كل الكومباينيشنز بتبقى موجوده مع بعض، تمام، فازاي هعرف الموضوع ده؟ ده سؤال مهم جدا. لو سيادتك عايز تعرف الإجابة عنه، لازم سيادتك تبدأ تدرس حاجة اسمها الكوانتم ميموري. في عندنا تكنولوجيز نعرف نعمل بيها القصة دي. بيبقى الداتا اللي أنا عايزها معاها فلاج صغير كده، قبل ما استرجعها أعلي البروبابيلتي بتاعتها جدا، وبالتالي لما استرجعها استرجع اللي أنا عايزه بالظبط. تمام؟ تمام. في عندنا تخصص كده في الكمبيوتر ساينس، في الكوانتم كمبيوتر، اسمه الكوانتم ميموري. تمام؟ تمام، شكرا. طيب وبالتالي يا شباب الاوبريشن زي ما اتفقنا كده مختلفة شوية عن الايه؟ مختلفة شوية عن الكلاسيكال كمبيوتر. في عندي الجيتس، الجيتس عندنا هنا احنا بنصنفها بناء على عدد الكيوبيتس اللي هي بتشتغل عليها. يعني سيادتك هتلاقي في عندنا كده مجموعة جيتس بتشتغل على كيوبيت واحد. في عندي مجموعة جيتس بتشتغل على 2 كيوبيتس. في عندي مجموعة جيتس بتشتغل على 3 كيوبيتس وهكذا. بس اهم حاجه في الجيتس دي، واحنا كلمه جيت وكلمه ماتريكس هيبقوا الاثنين حاجه واحده. ايه الفرق بين الجيت والماتريكس؟ الجيت هي اللي بتغير الداتا من حاله لحاله، ان سيادتك عملت كومبيوتيشن مش كده، وبالتالي عندنا برضو الجيت اللي هتغير الكوانتم داتا من حاله لحاله بتبقى ماتريكس، بس مش اي ماتريكس تنفع عندنا في الكوانتم. الماتريكس دي لازم تحقق لي شرط اسمه اليونيتري ماتريكس. ايه اليونيتري ماتريكس؟ هي ماتريكس بتحقق لي شرط الايه؟ ان انت سيادتك لو ضربت اليو دي لو ماتريكس وضربتها كده في الكومبلكس كونجكت ترانسبوز بتاعها هيطلع الايدنتيتي. اكن سيادتك تقدر تلغي العمليه. ليه؟ لان الكوانتم سيستمز كلها لازم تبقى كلوزد، لا تفقد انرجي ولا تستقبل انرجي، لان اي تغير في الانرجي زي ما اتفقنا هيلخبط الايه؟ هيلخبط الستيت بتاعتها، حركه الالكترونات اللي بنتكلم عليها. وبالتالي السيستم لازم كله يبقى كلوزد، لا يفقد انرجي ولا يستقبل انرجي. عشان كده مش اي جيت تنفع عندنا، لازم الجيت دي تبقى ايه؟ تبقى يونيتري. وان شاء الله برضو مش عايز احرق الجزء بتاع اللينير الجبرا لان هو هنتكلم عليه في الموضوع ده. في عندنا جيتس كتير قوي بقى، والجيتس بتتطور بشكل واحده واحده كده. يعني في عندنا الجيت اللي قدامنا دي، ده شكل الماتريكس بتاعتها، ولو سيادتك ضربت الماتريكس دي في الكومبلكس كونجكت ترانسبوز بتاعها هيطلع لك الايدنتيتي. كل الماتريسيز اللي هنتكلم عليها بلا استثناء بتحقق لي شرط اليونيتري ده. لكن الماتريكس دي احنا نقدر نحولها لشكل قريب لينا احنا بقى ككمبيوتر ساينس، زي الجيت اللي قدامنا دي. الجيت اللي قدامنا دي بتشتغل ازاي؟
برضو ان شاء الله بقى بكره هتعرفوا الكلام ده بالتفصيل، لكن انا حابب اقول لكم ان الموضوع سهل قوي يا جماعه مش صعب، لكن سيادتك تبقى فاهم موضوعه. الجي دي بتشتغل ازاي؟ دي كوانتم سيركت. الداتا عندنا في الكوانتم سيركت بتمشي من الاتجاه ده للاتجاه ده، يعني الانبوت الاكس واي والاوتبوت اكس داش واي داش، خلاص. وبالتالي الداتا اكن كده عندك سيركت، ده كده الواير اللي داخل، وهنا واير داخل، وهنا واير طالع، وهنا واير طالع. امال الرسمه اللي احنا عملناها دي بتعمل ايه؟ دي حاجه اسمها كنترولد جيت او كنترولد اوبريشن. بتقول لسيادتك لو الاكس بواحد سيادتك اعملي نيجيشن على الواي. يعني ايه؟ يعني انا لو مدخل الاكس دلوقتي بصفر والواي بصفر وسيادتك مشيت الداتا على الواير ده وعلى الواير ده، الحته اللي احنا زودناها دي هتعمل ايه؟ هتيجي تقول لك كده والله لو القيمه دي بصفر سيادتك ما تغيرش قيمه الايه؟ قيمه الواير اللي تحت دي. عشان كده دي بنسميها الكنترول، دي بسميها الكنترول كيوبيت، واللي تحت دي بسميها الايه؟ بسميها التارجت كيوبيت. وبالتالي انا متوقع ان الاوتبوت هيطلع هنا ايه؟ هيطلع صفر صفر، خلاص هنا الكنترول ما بيتغيرش والتارجت قيمته مش هتتغير عشان الكنترول بصفر. طيب افرض سيادتك دخلت مكان الصفر ده سيادتك دخلت واحد، فايه اللي هيطلع؟ نمسح كده كل الايه؟ كل الاوتبوت، ايه اللي هيطلع؟ يبقى انا اكيد بقول كده if الاكس ايكوال واحد then نيجيت الايه؟ then نيجيت او اقلب قيمه التارجت اللي تحت دي. الواحد هتطلع زي ما هي، والواي كانت داخله صفر هتطلع كام؟ هتطلع واحد. اذا هنا في عمليه كالكوليشن تمت بشكل او باخر. لو سيادتك تبص على اللي بيحصل هنا ده هو الاكس اور، الاكس اور اللي احنا عارفينه في الايه؟ في الديجيتال سيركتس اللي هي اللوجيك البسيط خالص. وبالتالي ده شكل بسيط قوي من البروجرامينج. ممكن نبدا نعمل كومباينيشنز بقى من السيركت دي، نعمل حاجات مور ادفانسد، يعني من الحاجات اللطيفه في عندنا حاجه اسمها السواب سيركت، مكونة من ثلاثة من الجيت دي، كنترول تارجت ثم كنترول تارجت ثم كنترول تارجت. السيركت دي بتعملي سواب، يعني بتقلب لي الايه؟ بتقلب لي كنترول القيمة الايه هنا تبقى ايه هنا وترجع ايه هنا، كأني عملت سواب. السواب ده لو حبينا نعمله على كلاسيكال كمبيوتر في البروجرام لازم اضطر استخدم تمبوراري فاريبل، تمب ايكوال ايه ايكوال بي، بي ايكوال تمب، مش كده؟ دي اللي هي المحفوظة، السواب المحفوظة. لا هنا انا مش محتاج temporary variable خالص، وممكن اعمل سواب عن طريق الايه؟ من غير temporary ده. في عندنا بقى more advanced circuits، يعني دي كده جيت تانيه بتبقى فيها اتنين كنترول، والله لو ده بواحد اند ده بواحد سيادتك اقلب لي الايه؟ اقلب لي الجيت اللي تحت دي او اقلب لي الواير اللي تحت دي، غير قيمته من صفر لواحد لواحد وصفر. القصه دي احنا ممكن نفهمها عن طريق اللوجيك، ان شاء الله في عندنا برضو سيشن هنتكلم فيها على الموضوع ده بالتفصيل. عشان كده الناس بدأت تفكر في الحاجات البسيطة دي وبدأت تعمل كومباينيشنز من السيركت اقدر اعمل بيها اوبريشنز تقريبا او مش تقريبا، هي الاوبريشنز اللي ممكن نعملها على الكلاسيكال كمبيوتر بس بايه؟ بس بسبيد اب. يعني الرسمة اللي قدامكم دي فيها بعض الكوانتم سيركتس اللي ممكن اعمل بيها كل اللوجيك اوبريشن. يعني السيركت مثلا اللي انا مشاور عليها دي بتعمل الاكس اور، السيركت دي بتعمل الاور، السيركت دي بس طبعا بشكل مختلف، بشكل مختلف عن الايه؟ عن الكلاسيكال. ده بيشتغل على الكوانتم. الاند فين؟ دور معايا على الاند كده هتلاقي الاند موجود اهو، ادي الاند موجود. وبالتالي كل اللوجيك اوبريشنز انا ممكن اعملها على الايه؟ على الكوانتم كمبيوتر ويز سبيد اب. عشان كده كل الاوبريشنز اللي ممكن نعملها، انا يعني مش هتكلم تفاصيل كتير على الموضوع ده، ولكن اي بوليان فانكشن بتحسب لك بقى ادر، بتحسب لك سبتراكتور، بتحسب لك مالتيبلاير، كل اللوجيك سيركتس اللي الكمبيوتر مبني عليها انا اقدر على طول بشكل مباشر ان انا اعمل لها الايه؟ اعمل لها الكوانتم فيرجن بتاعتها، وبالتالي اقدر اصنع الكوانتم كمبيوتر اللي يشتغل زي الايه؟ يشتغل زي الكلاسيكال كمبيوتر بالظبط. ده كده بيبقى شكل السيركتس ان جنرال، ان احنا بيبقى عندنا مجموعه من الجيتس كل واحده من دول بتبقى عباره عن ماتريكس. ان شاء الله كلام يا جماعه هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعد كده، بس احنا زي ما اتفقنا كده احنا بناخد جلوبال اوفر فيو. طيب ده كده شكل ايه؟ بعض كوانتم
بقى ايه بتحسب بايدك وتفهم القصه دي ان شاء الله واحده واحده. من الحاجات برضو اللي ممكن الاستفاده بقى حاجه غير بقى موضوع الكلاسيكال، يعني ان انا اقلب الكلاسيكال كوانتم، لا طب الكوانتم نفسه بيتميز بايه؟ انا حبيت بس اديكم شويه اكزامبلز كده على بعض الابلكيشنز. يعني مثلا الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك الكوانتم سيرش بيشتغل ازاي، ليه جروفر لما عمل الكوانتم سيرش بتاعه هو اسرع كتير جدا من الايه، من الكلاسيكال سيرش. الكلاسيكال سيرش بيخلي سيادتك تمشي في مسار معين، والله ما نجحتش سيادتك تبدا تدور على مسار تاني، سيادتك ما نجحتش تبدا تدور على مسار تالت وهكذا. لا في الكوانتم عن طريق ان انا الكيوبيت اللي هو بيقعد يتحرك بقى بتوين الاب والداون دي بنسميها سوبر بوزيشن، اللي هو بيبقى موجود في حالتين في نفس الوقت. طب لو عندي 3 كيوبيتس يبقى موجود في 8 حالات في نفس الوقت، وبالتالي انا ممكن اخلي الكوانتم كمبيوتر يسيرش في اول بوزيشنز ات ذا سيم تايم. يعني كده كانه ايه، زي ما بنسمع كده في افلام الخيال العلمي ان الشخص يبقى متواجد في اكتر من مكان في نفس الايه، في نفس الوقت، وبالتالي يقدر ايه، ها يقدر يسيرش يمالتبلاي نفسه كده بحيث ان هو يغطي جميع السيرشنج سايتس في نفس الوقت. لكن في الاخر هكتشف ازاي؟ ما انا لما افتح الباب على اي واحده فيهم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان واحد منهم بس، كل دول هيختفوا، واحد بس يتبقى في مكان واحد، مش كده؟ وبالتالي زي ما اتفقنا دايما التريك في الكوانتم بروجرامينج او في الكوانتم كومبيتيشن ان انا يبقى عندي طريقه اعلي البروبابيلتي بتاعته لما قبل ما افتح الباب. يعني ايه؟ يعني مثلا ده كده جروفرز الجوريزم ان شاء الله اخر يوم هنتكلم عليه، لكن انا حابب افهمكم الفكره بتاعه اعلي البروبابيلتي دي. يعني انا عايز اسيرش على رقم معين، تخيل كده ان انا عندي سيركت فيها داتابيز اللي كان بيسال على الكوانتم ميموري. عندي سيركت دي كوانتم سيركت بتعمل حاجه معينه ما تهمنيش دلوقتي، ولكن انا عندي كل الايتمز اهو موجودين ايه؟ موجودين في السوبر بوزيشنز بتاعنا. انا اسيرش على مين فيهم؟ ولا حاجه، فكره الكوانتم كومبيوتيشن مبنيه على ان سيادتك ابدا اعمل اتريشن زي فور لوب كده. الفور لوب ده دوره ايه؟ دوره مش ان هو يسيرش ايتم باي ايتم، لا ده دوره ان هو يعلي البروبابيلتي بتاعت ايتم معين اهو. يعني احنا ده الايتم اللي احنا بندور عليه اهو، البروبابيلتي بتاعته زادت والبروبابيلتي بتاعت بقيه الايتمز الثانيه كلها ايه؟ كلها قلت. وبالتالي لما افتح الباب هلاقي البروبابيلتي الايتم اللي احنا بندور عليه طلع كام؟ طلع 7، نتيجه الكالكوليشنز بتاعتك 7، فالسبعه البروبابيلتي بتاعتها زادت. بس خد بالك عندنا عيب شويه في الكوانتم كمبيوتر، ان سيادتك لو زودت الايتريشنز ايه اللي هيحصل؟ البروبابيلتي تبدا تقل تاني. وبالتالي لازم سيادتك تفتح الباب في اعلى بروبابيلتي. خلاص كده سيادتك اول ما تفتح الباب هتلاقي السبعه قدامك وكل القيم اللي انت مش محتاجها راحت. دي تتطلب ايه؟ بتطلب ان سيادتك تبقى فاهم شويه في موضوع الكوانتم سيركس واللينير الجبرا دي. طيب انا حابب اسمع اسئله قبل ما ننتقل للحته اللي بعدها. انا شايف في احمد علام رفع ايده وفي محمد. اتفضل احمد علام. احمد علام اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بس كنت ليا استفسار بالنسبه للفيوتشر للكوانتم كومبيوتنج، هل هيلغي تماما الكلاسيكال ولا هو الموضوع فكره الحاجات الصعبه بس هي اللي تتم بالكوانتم والكلاسيكال هيظل زي ما هو؟ بص الدكتور احمد صح. طيب قبل بس ما اجاوب على سؤالك ده، استاذ احمد علام سوري، قبل ما اجاوب على سؤالك التكنولوجي ماشيه ازاي؟ التكنولوجي النهارده ماشيه هي هايبرد بين كلاسيكال وكوانتم، لان احنا لسه ما عندناش فول كنترول على الكوانتم، وبالتالي في عندنا كلاسيكال سيادتك بتبرمج على كلاسيكال وتبعده على كوانتم، وبالتالي كلاسيكال دوره زي كنترولر كده. هل ده هيلغي الكلاسيكال ولا لا؟ في رايي الشخصي المتواضع eventually الجهاز كله هيتقلب كوانتم بعد كده، ولكن لما التكنولوجي تتطور شويه. تمام، محتاجة ساعتها تكلفة الكوانتم للتراديشنال اوبريشنز تكون اقل من الكلاسيكال، مش كده؟ التكلفة ايه، ماني يعني تقصد؟ يعني لو هعمل قادر اعمله بالكوانتم الكلاسيكال، الكلاسيكال كمبيوتر، الكلاسيكال كمبيوتر اول ما طلع كان سعره عامل ازاي؟
كان هو جهاز بالجامعه كلها بتشتري جهاز واحد مش كده؟ ثم الموضوع صحيح صحيح. بيتطور، ده تطور طبيعي في التكنولوجي. تمام؟ طيب مين معانا رافع ايده؟ طيب في معلش هناخدهم بالدور كده. استاذ احمد علام ده سأل خلاص. تمام يا جماعه لو سمحت اللي جاوب لو سمحت يعمل ينزل ايده علشان بس نعرف مين اللي لسه ما سألش. في استاذ محمد ابو العيلة اتفضل. صوتي واضح كده؟ تمام اتفضل. تمام. هو حضرتك كنت سائل ان لما بنعلي ال number of iterations ال probabilities بتقل، تمام. مش المفروض يبقى العكس؟ علشان يعني لا هو احنا كده كده الكوانتم، بص بناخد ال number of iterations. الكوانتم كله فيتشرز غير معتاده. يعني انت اقتنعت ان الكيوبيت يبقى في صفر واحد في نفس الوقت، ومش مقتنع ان احنا لو زودنا الايتريشنز البروبابيلتي هتقل. هي بتبقى بيكس، بتبقى على شكل ساين ويف، بتزيد وترجع تقل تاني، وترجع تزيد وترجع تقل تاني. وبالتالي انت المفروض ان سيادتك، يعني انا لو ايه لو رسمتها كده على شكل كيرف عشان الناس تتخيل بس ايه الساين ويف دي، البروبابيلتي بتزيد بالشكل ده ان هي تبقى اقل حاجه، وبعد كده مع زياده الايتريشنز البروبابيلتي تقعد تزيد، وبعد كده توصل لبيك وترجع تقل تاني، ثم مع زياده الايتريشن ترجع تزيد، ثم ترجع تقل تاني وهكذا. وبالتالي انت شطاره ان انت تعمل ايه؟ ان انت تشوف الريزلت بتاعتك مع اول زياده، ما انت ممكن تشوف هنا. تمام؟ دي الرولز بتاعت الويف. تمام؟ بس ده number of iterations ك يعني ان احنا بنعمل بنرن السيركت، ولا بس بنعمل measurement يعني؟ لا بتران السيركت وبعد كده تعمل ميجرمنت. تمام. تمام؟ تمام. بس ده يعني based على نوع الكوانتم كمبيوتر اللي بس يعني بستخدمه. يعني مثلا في الترابت ايون ميثود ممكن لو عدد يعني ممكن مهما كان الايتريشنز بتختلف. لا دي بتعتمد في الاساس على الالجوريزم اللي انت شغال عليه، لكن بيبقى فيه ادجاستمنت بناء على الكوانتم كمبيوتر اللي انت شغال عليه، بتبقى فاين ادجاستمنت بقى في الاخر. تمام 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 ماشي. طيب استاذ محمود نفراوي اتفضل. محمود اتفضل. صوتك مش واضح يا محمود، انت بتحاول تعمل يعني انت عملت ان ميوت لكن صوتك مش واضح. طيب في سؤال نشوف كده، سؤال من مصطفى. سوري مش يعني في الاسم مش عارف اقراه كويس. لو كريم تعرف تساعدني في قراءة الاسم ده. بصراحة لا يا دكتور، عشان ما افتيش طيب. انا اسف. انا عملت له ان ميوت فسيادتك تقدر تتكلم. تقريبا خرج خالص. طيب شباب معلش لو سمحت الناس كلها تنزل كريم ممكن تساعدني ننزل الهاندز اللي مرفوعة، لان انا ما عادش عارف مين يسأل ومين ما سألش. هو طيب حضرتك فاضل محمود محمد احمد، نفراوي. في محمد احمد وفي أحمد صقر، ولا هو سأل خلاص؟ احمد صار سأل، تمام. واعتقد محمد ابو العيلة سأل، محمد يوسف مش عارف سأل ولا ما سألش، بس هو يعني هو مفتوح المايك عنده عموما. هو أحمد صقر عايز يسأل تاني بقى يا دكتور، حاجة زي كده. طيب اتفضل اتفضل عايز يسأل. السلام عليكم يا دكتور. أولا أنا لسه ما سألتش والله، لسه أول سؤال. طيب تمام. معلش معلش هو عدد أسئلة كبير فإحنا بس ولا يهم حضرتك ولا يهم حضرتك، معلش بس هو تمام. هو بس أسأل استفسارين بس، معلش مني بس النت بيروح يجي كل شوية. هو في ريكورد هيبقى للمحاضرة ولا لأ؟ هينزل على الفيسبوك. يعني احنا المحاضرة دلوقتي متسجلة وهتنزل على الفيسبوك.
تمام. طب يا دكتور، بعد اذن حضرتك، وحضرتك لما جيت شرحت في بالنسبه للجيتس بتاعت اللي حضرتك قلت اللوجيكال جيت والكوانتم جيت، تمام. تمام. طيب هل احنا كده مثلا لو انا فرضا مثلا الشغل بتاعي كسكيورتي، تمام تمام طيب، هل انا دلوقتي كده هل ممكن استخدم الكوانتم كومبيوتنج ان انا ابقى كوانتم كومبيوتنج نفسها، ولا ممكن اللي بيشتغل معايا انسبايرد كوانتم كومبيوتنج؟ طيب خليني هجاوبك على السؤال ده كمان شويه، هقول لك اخبار كويسه بالنسبه لموضوع الكوانتم سكيورتي ده. طب ماشي زي الفل، خلاص ماشي. شكرا لحضرتك. تتغير مجالك تشتغل كوانتم سكيورتي، وممكن نساعدك في القصه دي، ما فيهاش مشكله. لا ما دكتوراه وماجستير فمش ينفع يتغير، خلاص. لا ما فيهاش مشكله، ليه؟ ليه مش حاسس ما ينفعش يتغير؟ طيب يعني نغير كوانتم سكيورتي ولا نروح للكوانتم سكيورتي؟ لا تروح للكوانتم سكيورتي. ايوه ماشي، ما ده اللي انا عايزه. انا كنت شغال كوانتم سكيورتي عاديه خالص عادي، فانا عايز احول بقى للكوانتم سكيورتي فعلا. طب انا مع حضرتك اهو، خليك معايا تابعني، هقول لك اخبار كويسه كمان شويه. يا ريت يا دكتور، يا ريت. ماشي عشان كنت ساعه. اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور. طيب طيب نرجع شباب كده نكمل مع بعض، وبعد كده نبدا نسمع الاسئله تاني كمان شويه عشان ما نضيعش وقت كتير. فده الفكره من الايه، من الكوانتم كمبيوتر اهو. ده السؤال اللي ايه اللي كنت لسه بقول لك عليه، ان احنا دلوقتي ما عندنا الجوريزمات. الكوانتم كمبيوتر هيكسر السكيورتي اللي موجوده على كلاسيكال كمبيوتر، مش كده؟ شورز الجوريزم هيدمر السكيورتي بتاعه الار اس اي. لا احنا عندنا بقى بدائل، في عندنا طرق تشفير باستخدام الكوانتم كمبيوتر، من ضمنهم حاجه اسمها الكوانتم كي ديستريبيوشن. وعلى فكره دي موجوده في الماركت يمكن بقى لها اكتر من 15 17 سنه، يعني في برودكت بتتباع في القصه دي من فتره طويله، وهقول لك شويه شركات لو حابب ان انت ايه تبدا تتواصل معاهم يعني. ففي عندنا حاجه اسمها الكوانتم كي ديستريبيوشن، ده طريقه تشفير عن طريق الكوانتم، والميزه فيها ان هي غير قابله للكسر. يعني ما في حد يقدر يتجسس على الرساله اللي تتبعت من السندر للريسيفر، لان اي محاوله تجسس هي يعني الموضوع بيبقى على شكل ايه، بولاريزيشن اوف لايتس كده، مش عايز اضيع وقت كتير في القصه دي، ولكن اي محاوله تجسس على الداتا وهي بتتبعت، ودي على فكره بتتبعت في فايبر اوبتكس عادي جدا، وبالتالي تكنولوجي متاحه وبتتباع، اي محاوله تجسس على الداتا دي بتلخبط البولاريزيشنز بتاعه اللايت دي، وبالتالي الداتا بيحصل لها ايه، الداتا بتتلخبط. للي بيتجسس هيستفاد، ولا الشخص الريسيفر اللي هو الداتا هيعرف على طول ان الداتا حصل فيها لخبطه، وبالتالي هيكتشف ان في عمليه تجسس، وبالتالي انت كل اللي يقدر يعمله الراجل اللي بيتجسس ان هو يبوظ عمليه الكوميونيكيشن، لكن هو مش هيستفيد حاجه اصلا من الايه، من عمليه التجسس دي. خلاص، ففي عندنا يعني دي كده معادله بسيطه جدا بتقول سيادتك عشان السندر والريسيفر يكتشفوا بنسبة 99.999 نسبة عالية جدا ان في عملية تجسس، هم محتاجين بس يتبادلوا في بداية الكوميونيكيشن 72 بت عشان النسبة دي، على حسب المعادلة اللي موجودة قدامنا دي. الرقم ده يخليهم يقدروا يكتشفوا بالنسبة دي اذا كان في عملية تجسس ولا لا، وبالتالي 72 دول مش هياخدوا حاجة، ده مجرد احنا لسه بنقول ايه، بنقول صباح الخير، ساعتها انا اعرف في عملية تجسس ولا لا. تمام، فدي حاجة موجودة عندنا في الكوانتم كمبيوتر. في عندنا حاجة اسمها الكوانتم تيليبورتيشن، ان احنا عايزين ننقل الكوانتم داتا بس عن طريق كلاسيكال شانل، فدي بندخل فيها موضوع الكوانتم كوميونيكيشن بقى، ان احنا عايزين ننقل داتا اللي هي داتا بقى في حالة الكوانتم بتاعتها بس عن طريق كلاسيكال شانل. هل الكلام ده متاح؟ هل الكلام ده متاح؟ في عندنا ابلكيشن تاني اسمه الكوانتم دنس كودينج. الكوانتم دنس كودينج بيقول لي ايه، بيقول لي whatever، لو سيادتك حبيت ان انت تنقل داتا من السندر للريسيفر عن طريق كوانتم داتا، فدائما ابدا سرعه الترانسميشن هتبقى ضعف سرعه الترانسميشن كلاسيكالي. خدوا بالكم من الجمله دي، يعني احنا دلوقتي في ناس في الكوميونيكيشن شغاله بتقول لك احنا وصلنا سرعه الترانسميشن ل 100 ميجا بت بير سكند، ل 1000 ميجا بت بير سكند، ل 2000 ميجا بت بير سكند. الناس بتوع الكوانتم دنس كودنج قاعدين كده على رجل على رجل، بيقول لهم ايه، whatever السبيد اللي سيادتك هتوصل لها I can always double this speed، اقدر دايما اضاعف الايه، اضاعف السرعه دي عن طريق الكوانتم دنس كودنج. وبالتالي عمليه الكوانتم كوميونيكيشن بقت موجوده وافيلابل، والكلام ده موجود يا شباب، الكلام ده ما هواش ايه، ما هواش نظري.
حابب بس اخر حاجه نتكلم عليها الكوانتم كمبيوترز في الماركت. لو انت سيادتك حابب ان انت النهارده تكتشف كده الماركت في ايه، فاشهر كوانتم كمبيوترز موجوده النهارده في السوق ومعظمها سيادتك تقدر تشتغل عليه النهارده. لو حابب ان انت تدخل كده على الكلاود بتاعهم في الدي ويف طبعا دي اللي احنا اتكلمنا عليها، في اي بي ام بقى في الاي بي ام كوانتم كمبيوتر، وسيادتك تقدر تدخل كده على الاي بي ام. انا عايز يعني ايه سريعا كده اخدكم في جوله على الكوانتم كمبيوتر، انا مش هتكلم كتير جواه لان يعني ان شاء الله الشباب يعني هيغطوا الجزء ده بالتفصيل، لكن انا حابب ان سيادتك تقدر تدخل بمنتهى البساطه على السايت بتاعهم وتقدر تتفرج. دي كلها ريل كوانتم كمبيوترز بتاعتهم، اي بي ام مثلا سانتياغو، اي بي ام اسنز، اي بي ام يورك تاون، وسيادتك تقدر تدخل وتتفرج على الاركتكتشر بتاع الكوانتم كمبيوتر بتاعهم وتقدر تبرمجه وتقدر تشتغل عليه ويبعتوا لك على طول الايه يعني على طول. دي كده اللي هي الاتومز اللي موجوده جوه الايه اللي موجوده جوه السيستم والانتر اكشن بتاعتها. لو انت لازم نبقى فاهمين شويه فيزيكس ان شاء الله برضو كريم اعتقد هيكلمكم على الموضوع ده بالتفصيل. وبالتالي الكوانتم كمبيوترز بقت افيلبل، لكن ما تقلقوش المعلن ان لسه الكوانتم كمبيوترز الافيلبل نوت انف انها تكسر السكيورتي بتاعتنا. والله ده المعلن والله اعلم. ده شكل الكوانتم كمبيوتر بقى، ان انت تدخل كده على الاي بي ام وتقعد تبرمج الايه تقعد تبرمج الكوانتم سيركت بتاعتك وتقدر تتفرج على الريزلتس، ان شاء الله هنتعلم ان احنا نقرا الكلام ده بشكل ايه بشكل بسيط. ما تقلقوش قوي من البروجرامينج معظمها شبه البايثون. وبالتالي ان شاء الله في سيجن النهارده عندنا ان الناس ايه تبدا يعني تسمع كده عن البايثون. طبعا اكيد انت ممكن معظم الناس تبقى عارفه البايثون، لكن الاستريشن بتاع الباكج الكودينج ما ده بقى الجزء اللي كان زميلكم بيسال عليه، ان احنا ستيل بنبرمج كلاسيكالي، لكن الكلام ده ارفعه بعد كده على الكوانتم كمبيوتر. هل الكلام هيبقى بيور على كوانتم كمبيوتر؟ ايفينشوالي الكلام ده اكيد هيحصل، لان هيبقى في سرعات كبيره بين الكلاسيكال والكوانتم. في ده الموقع بتاع جوجل لو سيادتك تقدر تدخل عليه برضو، ودي لغه البرمجه بتاعتهم اللي هي السيرك، سيادتك تقدر تدخل عليها وتتفرج عليها. عندهم ابلكيشنز فيري انترستنج، تقدر تدخل تتفرج على الهاردوير سبيسيفيكيشنز بتاعتهم شكلها عامله ازاي بالظبط. ففي عندنا ايه في عندنا حاجات لطيفه جدا. في من الحاجات البروميسنج جدا الكوانتم كمبيوتر بتاع زنادو، ده بيشتغل فوتونيك كوانتم كمبيوتر. في فيديو كده دقيقتين عايزكم تتفرجوا عليه بيفرجنا بس القصه بتاعت اللايت بولاريزيشن دي شغاله ازاي. شباب الصوت وصل عندكم كده صوت الفيديو؟ كريم صوت الفيديو وصل عندك؟ للأسف لا يا دكتور. كده لسه مفيش حاجة حضرتك، يعني صوت الفيديو ده مش ظاهر. طب يمكن أنا عملت شير من غير الصوت. طيب ثواني يا شباب أنا هقفل الشير وهفتحه تاني. كده المفروض اشتغل. Xanadu is developing photonic chips for near-term quantum computing. مظبوط حضرتك شغال مظبوط. Xanadu is developing photonic chips for near-term quantum computers. These X-series chips are made out of silicon and silicon nitride and consist of three primary modules: squeezers, the input to the computer, an interferometer, the logical gates, and photon detectors, the measurement output. Let's look at each in more detail. Classical laser light is first distributed to an array of squeezers. These microscopic devices are made of small ring resonators, which, when driven by bright classical laser pulses, generate a special quantum state of light called a squeezed state, Xanadu's version of a qubit. These states involve a quantum superposition of different numbers of photons, and, once generated, are coupled into an array of bus waveguides, which carry them to the next stage.
the squeezed dates now enter a network of beam splitters and phase shifters called an interferometer. To program the interferometer, the user's instructions are loaded into the chip electronically. The control system translates these instructions into a set of electrical voltages that are applied to the different components on the chip. The squeeze states interact with one another and are entangled, a prerequisite for quantum computing. The interferometer can be thought of as a sequence of quantum gates acting on the inputs. In general, the output of the interferometer is a highly entangled quantum state encoding the processed quantum information. The quantum state is now ready for readout. Each output of the chip is directed to a special photon detector called a transition edge sensor. These detectors count how many photons are present in each output, yielding an array of integers that are reported back to the user. The results of the computation or algorithm are encoded in the statistics of this photon number data. The Xanadu X series chips are useful for solving complex problems in the domain of graph theory that are relevant for finance, chemistry, and logistics. And it's all available on the Xanadu Quantum Cloud. طيب انا ليه عرضت لكم الفيديو ده؟ يعني انا ركزت شويه على الاي بي ام وركزت شويه على الزنادو لان هم دول من راينا من راي المجموعه بتاعتنا ان هم ذا موست تو بروميسنج تكنولوجيز اللي موجودين دلوقتي. يعني في عندنا كوانتم كمبيوترز كتيره موجوده في الماركت، ولكن الاثنين دول تحديدا يعني في شغل على الاثنين دول تحديدا. في عندنا مثلا حاجه اسمها الاي ام كيو، ده برضو كوانتم كمبيوتر موجود. في عندنا حاجه اسمها الريجيتي، ده موجود في مايكروسوفت بس لسه مفيش حاجه واضحه عندهم قوي. اللي كان بيسال برضو على موضوع السكيورتي، موضوع الكوانتم كريبتوغرافي او الكوانتم كي ديستريبيوشن ده موجود في الماركت وسيادتك دم الو كريم سامعني؟ اه يا دكتور مع حضرتك. تمام، بس كان في ايرور كده بسيط. طيب فبقول لكم شباب ان موضوع الكوانتم كريبتوغرافي كومباني ده موجود واستابليشد، ودي شركات سيادتك ممكن تتواصل معاها وبينقلوا الداتا عن طريق الكوانتم عن طريق الكوانتم كومبيوتنج، والداتا بتبقى مؤمنه الى شكل كبير. يعني مؤمنه، المفروض ان دي كوانتم داتا غير قابله للايه، غير قابله ثيوريتيكال للكسر. يعني احنا مين؟ لو سيادتك بسيط كده على الخريطه بتاعه الكوانتم ريسيرش جروبز على مستوى العالم، لو سيادتك بسيط كده عملت فوكس على مصر، فيعني الحمد لله شكرا لله احنا اول جروب في مصر. نتمنى ان الموضوع ده ما يستمرش كتير، احنا عايزين ناس كتير موجوده معانا في مصر وفي الوطن العربي كله، مش عايزين يبقى عندنا كده مساحه فراغ. عشان كده احنا حاسين ان احنا لنا دور في هذا الموضوع. لو سيادتك حابب ان انت تدخل على صفحه الجروب بتاعتنا يعني تتواصل معانا، لو في عندك اي افكار نقدر نتعامل معاك من خلال مركز التميز. قبل كده ما كنتش اقدر اتعامل معاك من خلال الريسيرش جروب لانك لازم تبقى مسجل عندنا في الجامعه، لا دلوقتي بقى عندنا في مركز التميز سيادتك تقدر تدخل. وطبعا لازم يعني نشكر الشباب على فكره الايفنت ده، يعني احنا جروب مش صغير الحمد لله شكرا لله، عددنا كبير وكله بيشارك، حتى لو سيادتك مش هتسمع صوته فهو مشارك معانا بشكل او بشكل او باخر. طبعا في عندنا عدد كبير غير كده، لكن يعني الناس اللي مسجله مش كلهم في الجروب، دول اللي بيبقوا اكتيفيتي وكوميتمنت للجروب بشكل او باخر. بس انا كده خلصت محاضره النهارده، معلش خدت منكم 10 دقائق زياده، لكن نسمع اسئله اخيره قبل ما تدخلوا البريك بقى. في اي اسئله يا شباب؟
طيب واضح ان الناس عايزه البريك، مش عايزه مش عايزه الاسئله. فانا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله المحاضره كريم تبدا مع الناس على اللينك التاني الساعه كام كمان قد ايه؟ سؤال استاذن حضرتك، سؤال في سؤال مصطفى، اتفضل يا مصطفى. بالنسبه للاكواد اللي بتشتغل على على الكلاود، اكواد عن الامج بروسيسنج بالنسبه للكوانتم كمبيوتر، يعني يا ريت تدينا موقع كده او إيه؟ لا لا المسمع الامج بروسيسنج معالجه الصور، امج بروسيسنج اكواد. الاكواد ايوه. طيب بص، لو انت انترست في موضوع اوكي تمام هقول لك. لو انت انترست في موضوع الامج بروسيسنج هتلاقي فيه اكواد كتير افيلابل على الكوانتم كمبيوتر بتاع جوجل، لان جوجل الجزء بتاع الامج بروسيسنج هي انترستد فيه. فلو دخلت على الموقع بتاعهم بيبقى فيه زي نوت بوكس وجوبيترز موجود عندهم، فيها اكواد جاهزه للقصه دي، تقدر تتفرج عليها وتقدر تستخدمها لو انت عايز كمان فور فري على الجوجل. دور على بس لو حضرتك في موقع كده معين الجوجل. بص لو انت سيادتك رجعت كده ورا شويه، انا ممكن افتح لك دلوقتي الموقع بتاع جوجل، هتلاقي فيه يعني ابلكيشن كامله في تخص الايمج بروسيسنج. ده لسه ادوبي يعني بدات تشتغل معاهم في الموضوع ده. فادخل كده على جوجل اي اي كوانتم اي اي دوت جوجل، هتلاقي فيه جزء يخص الايمج بروسيسنج عندهم هنا. تمام. بنشكر جامعة اسكندرية وبنشكر حضرتك يا دكتور على حضراتكم. اهلا بحضراتكم، احنا شاكرين ليكم ان انتم بتدونا فرصة ان احنا ننقل الرسالة يعني. شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتور. اهلا بيك. طب شباب نرفع ايدينا بس عشان وانا بنسى. انت رافع ايدي بقالي فترة. مين؟ اسلام. اتفضل يا اسلام. بقول لحضرتك هو ده اول ما عرفت يعني بالكوانتم كومبيوتنج وكده. فكان عندي سؤالين، ايه اللي لازم اكون عارفه الاول في الكمبيوتر ساينس العاديه علشان ابدا، والفيزيكس كمان، يعني هل الفيزيكس هتبقى عائق بالنسبه لي ولا لا؟ الفيزيكس مش هتبقى عائق بالنسبه لك، لان الفيزيكس اللي انت محتاجها هي حاجات اليمنتري. احنا في الاخر سيادتك محتاج تبقى شاطر في الـ في الـ في البروجرامينج، لازم تبقى شاطر في الجزء بتاع الالجوريزمز والكومبلكسيتي بتاعت الالجوريزم، لازم بقى تبقى شاطر في الجزء بتاع الديجيتال سيركتس، زائد الحاجات بتاعت الماثيماتكس، الحاجات الاساسيه بتاعت الماثيماتكس، اساسيها اللينير الجبرا والتعامل مع الكومبلكس نمبرز والشغل بتاع الدوال المثلثات التريجنومتري. ده كده الحاجات الاساسيه. انا شايف ان هي ما هياش حاجه صعبه، ان انت المفروض دي حاجات انت واخدها في الجامعه اصلا. ده كده يقدر يخليك تقدر يعني تتابع معانا، لو انت شاطر في الحاجات دي هتقدر تتابع معانا بشكل سريع جدا ان شاء الله يعني. طيب مين تاني؟ دكتور انا كان عندي سؤال في الحته اللي حضرتك كنت بتقول فيها، ان دلوقتي لو احنا عندنا الكترون في lower energy level واحنا هنديله مثلا نص الانرجي ديفرنس ما بين الانرجي ليفل اللي هو فيه والانرجي ليفل الثاني، فحلو فماشي. فدلوقتي هو هيبقى في سوبر بوزيشن ما بين الاثنين ستيتس. تمام حلو. طب لو انا دلوقتي عملت ميجرمنت ولقيت ان هو في الستيت الاعلى اللي عندها انرجي اعلى، تمام. طب كده هو كده لو مثلا هعمل كولينج عشان اخد الانرجي دي، فانا كده المفروض انا اخدت انرجي اكتر من انا اديت له انرجي. لا ايه العلاقه؟ لان انا في الاول مش هو انا في الاول اديته نص الانرجي ديفرنس ما بين الاثنين انرجي ليفل، فهو كده مش عنده انرجي كافيه ان هو يطلع وانس ان سيادتك فتحت عليه الباب، كل القوانين اللي احنا قاعدين نتكلم عليها دي كده راحت خلاص. ده تحول الى كلاسيكال سيستم، طالما اكسبوزد للانفايرمنت بره خلاص، ده كده بقى كلاسيكال سيستم، ما عادش فيه سوبر بوزيشن. كونه يستقر فوق كونه يستقر تحت، انت بتعامله على انه ستيبل اتوم. واضح. هو انا بس الحته اللي مش داخله دماغي، هو كده الانرجي مش هتبقى كونزرفد ولا في حاجه؟ لا ما فيش كونزرفد بقى. ده بقول لك انت فتحته للانفايرمنت خلاص، فنوت كونزرفد طبعا، انت فتحت بقى في انتر اكشن بينه وما بين الانفايرمنت، وبالتالي الانرجي اللي دخل عليه او طلع منه خلاص ده بقى جزء من الانفايرمنت. ده النور بتاع الروم اللي انت فيها
ده يبوظ كل حاجة. تمام تمام ماشي، شكرا لحضرتك. طيب كان في مصطفى، وانا عندي بس مصطفى معلش سؤال هو برضو. يعني كان سأل من بدري خالص، هو كان خرج ودخل كذا مرة، ففي اللي هو اسمه معلش فرد مصطفى، اتفضل. Trial version. ده ايه ده؟ Trial version. طيب ده واضح ان في حاجة مش مظبوطة. This is not a human. فمعلش هنقفله. Trial. طيب مين تاني، مين الشباب تاني؟ ما كريم ممكن تساعدني، انا ما اعرفش مين سأل ومين ما سألش. عناية حاضر يا دكتور، عناية حاضر. هو محمد، في حضرتك محمود طيب النفراوي؟ انا ايه، محمود، محمود النفراوي؟ هو أنا لسه سائل من شوية، فخلاص طيب أنا طب هاخد نزل كده. ايدك بقى محمود عشان ما تلخبطناش. تمام، في محمد أبو ليلى، اتفضل يا محمد. أبو العلا. ابو العيله. هو انا بس كنت عايز اكسباند بس على محمود كان بيقوله. هو فعلا، هو لو انا ما اديتش للالكترون الانرجي ان هو يوصل للانرجي ليفل اللي بعده، فمش فاهم بالظبط ازاي ان هو يتحط في سوبر بوزيشن لو الانرجي اصلا ما يوصلوش للانرجي ليفل اللي بعده. طيب بص، يعني لو انا عملت كده وقست ولقيت هطلب منك طلب. احنا بتوع كمبيوتر ساينس مش بتوع فيزيكس، خلينا الاول ايه، لازم نقول اللي لينا واللي علينا. لو سيادتك دخلت النهارده على اليوتيوب كتبت تجربه اسمها التراب ايونز، تراب ايونز دي في شركه ايون كيو على فكره بتشتغل بالقصه دي، يعني الكمبيوتر بتاعهم بيشتغل بالقصه دي. سيادتك عن طريق الفيديوز هتلاقي في فيديوهات كتير جدا في القصه دي، وانا هحاول ابعت لكم ريسورسز في الموضوع ده، فيديوهات كده تكون منتقاه تشرح لكم الفكره اللي انا حكيتها لكم دي. تمام؟ تمام ماشي شكرا. طيب عفوا. طيب في اي اسئله تانيه يا شباب؟ معلش احنا خدنا، احنا كده البريك راح، فهتبداوا على طول مع كريم بقى الا لو يسمح لكم ان انتوا تاخدوا 10 دقايق كده ولا حاجه. طيب اشكرك شكرا جزيلا. هو حضرتك لسه في ناس لسه في ناس لسه؟ ما طيب سالتش. ماشي، ما انت اعمل لهم اميوت، هم كده يقدروا يعملوا اميوت صح؟ اللي عنده سؤال يا جماعه ما المفروض مفتوح له المايك. هو دلوقتي حضرتك في اسمه فرجوي باين. لا ما ده انا فتحته لقيت في حاجه مش طبيعيه، ده في روبوت او حاجه، اوكي، عنده مشكله في الكمبيوتر في يعني. محمد سميح. صحيح، طيب هو ممكن يتكلم دلوقتي؟ اتفضل يا طيب، محمد. على السكول الجميلة ديت، وأشكر حضرتك بالخصوص على المحاضرة يعني. شكرا جزيلا، شكرا ليك. تمام، أنا برضو جزء بس صغير، أو على اللي كان السؤال لسه مسؤول، اللي هو بخصوص اللي هو الميجرمنت عموما. وعلى تمام حسب أنا عارف يعني، او بسمع او كده، ان الميجرمنت اللي هو بيتم مثلا على الكيوبيت حاليا، هو المفروض حاجه اسمها نون ديمولشن ميجرمنت، بحيث ان هو المفروض الميجرمنت اللي انا اعمله ما يعملش انتر اكشن مع السيستم، وبالتالي ما يغيرش الستيب بتاعه. حضرتك بتقول No دلوقتي way. لو انا جيت اعمل، نعم، No way. في الكوانتم سيستم No way ان انت تقدر تعمل نون ديمولشنج ميجرمنت. بس تقريبا على كده الاي بي ام ضد قوانين هايزنبرج وبقى والناس دي كلها، تقول لك مفيش حاجه اسمها كده. تمام، انا بقول لحضرتك يعني اللي الناس اللي عندها اللي هي عامله الكوانتم كمبيوتر بتاعها بصرف بعيد عن الثيوري، هي بتقول ان هم المفروض طريقه الميجرمنت اللي هم عايزين يعملوها، او اللي هي المفروض بدرجه او باخرى معموله، مش يعني حتى لو هي مش فول، هو الايم بتاعهم ان هي تبقى حاجه زي كده، ان هو ما يبتديش هو يعمل ميجرمنت بحيث ان هو ما يحطش انتر اكشن ان هو يدمر الستيت كليه، او ان هو بالتالي يسرع عنده، يعني ان هو مثلا كان عايز مثلا الستيت اللي هتطلع هيعمل امبليفيكيشن مثلا، او البروبابيليتي بص هقول لك على مثلا حاجه. الواحد هو لما يجي بيتعمل مع دلوقتي، هو خد اللي بيتعمل دلوقتي ان انت بتران السيستم، لان الكوانتم كمبيوتر وتابعته سريع، ان انت بتران السيستم الاف المرات.
خلاص. وبالتالي انت سيادتك لو انت مثلا عندك سوبر بوزيشن 3 ارباع وربع، فانت في 3 ارباع مثلا انت عملت 100 مره، فاكيد هيبقى في 75 مره عند الصفر وفي 25% عند الواحد، مش كده؟ وبالتالي انت بتبقى عارف الستيت كانت ايه، وبالتالي تقدر تعملها بريباريشن تاني. دي بنسميها شوتس. اللي سيادتك بتران السيستم مرات كتير جدا، يوم يطلع لك ايه، يوم يطلع لك اكسبكتيشن ايه، بس هل هو بيتحول الى كلاسيكال بعد الـ بعد الميجرمنت؟ لازم. ما هو اكيد، ما هو احنا بنعمل ميجرمنت على كلاسيكال بيتس اصلا، يعني ده على حد ما انا عارف، انا اوريدي يعني اتعاملت قبل كده مع السيستم بتاع اي بي ام. بس في حاجات هو مثلا بيبقوا عاملين، مثلا بيبقوا عايزين يعملوا الرن بتاعهم مره، حاجه زي برشتاين بازراني الجوريزم، هو بيبقى عايز يطلع الستيت مره واحده. فده المفروض ان هو ما يعملش اكتر، هم مش بيفضل انت تعمل الشوت اكتر من مره، يعني هو حتى لما كان بيقول لك هي مره واحده وان شوت. ما انا في حاجات ثانيه مثلا 1024 برنساير فازراني بطبيعته ديترمينستك الجوريزم، وبالتالي ما انتش محتاج ان انت تعمله ران اكتر من مره، يعني هو مش بيطلع لك سوبر بوزيشن، ده هو بيطلع لك قيمه صريحه بالظبط. تمام، فبالتالي ما انتش محتاج تعمل القصه دي. تمام، بس يعني احنا كل الميجرمنت اللي احنا بنعملها دلوقتي فهو لازم بدرجه او باخرى بينتراكت بشكل كبير، ان هو بيبقى الستيت كلها، مش ان هو يعني ايوه نون ديمولشنج ميجرمنت. مفيش نون ديمولشنج دي، لو انت عندك ريفرنس عند نون ديمولشنج دي هتهالي اطلع بكره 50 بيبر، لان في 50 بيبر واقفين بسبب ان الميجرمنت اتبوظ لنا الداتا، ابعت لي الريفرنس ده واحطك معايا على البيبرز. تمام، هحاول يعني اشوف انا جبتها. ده حلمنا كلنا ان احنا بالظبط. هو ايوه هو يبقى عندنا ميجرمنت بالشكل اللي انت بتقول عليه ده. هو ده ايم، انا قصدي انه يعني هو حتى إيم. لو بالظبط ايه، لكن هو ضد، واحنا عندنا فيه بيبرز كتير جدا ان احنا بن يعني، والجروب اللي نشرها على فكره، ان انت سيادتك تقدر تعمل ميجرمنت تبريدكت قيمه الكوانتم داتا، قيمه سوبر بوزيشن، من غير ما تبوظ السوبر بوزيشن قوي. دي عندنا احنا بنطبقها في الجروب ده موجود. انا ده ممكن اكون قصدي عليه، انما قصدي ان انا ادمر الستيت كليتا، فده انا كده تقريبا ده ضد بس انت السيرتينيتي. بص عشان ايه ما نطولش بس على الناس في الاسئله، عشان الموضوع ده كده ديبيتابل يعني. انت لو سيادتك دقه الميجرمنت بتعتمد على السترينث بتاع الميجرمنت، يعني انت عايز زي ما ايه بتفتح الباب عليه قوي هتبوظه خالص، تفتح الباب عليه حته حته، كل لما توسع فتحه الميجرمنت، كل ما تقوي الميجرمنت، كل ما الكوانتم ستيت منك هتروح. تمام، فذا ذا ذا اماونت اوف انفورميشن ريليفنت للسترينث بتاع الميجرمنت نفسه. تمام شكرا حاج. طيب اخر سؤال بقى يا جماعه عشان تحاولوا تاخدوا بريك. هو هل احمد علام سال قبل كده يا دكتور ولا هي اللي سال؟ في عبد الله اللي يمكن ما سالش. في عبد الله في برضو مع تمام يا دكتور، وحضرتك رديت على اللي انا كنت هساله يعني، فانا تمام. طيب مش هنطول عليكم يا شباب. كريم هتديهم وقت قد ايه يرجعوا على اللينك بتاعك كمان قد ايه؟ يعني كنت استاذن بس حضرتك يعني لو نخليها مثلا على 12:30 تكون الناس صلت الظهر. 12:30 تمام وابتدي. كويس جدا، 12:30 على اللينك اللي بعده يا شباب بقى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور. شكرا يا شباب.